طيب انا ثانية واحدة اديك الهوست ولا كده تسجلي عادي؟ لا انا بسجل عادي، انا مش عايزه طيب الهوست. مش عايز الهوست. طيب ماشي، نبتدي اول حالة. بس ده ماموجرافي بوس بريست. ماشي، حضرتك يا دكتور احنا شفنا الإجابة، هو في مالتيبل سابكوتينيوس ليجنز كده ما تقول ده صح؟ سبكتينيش او الديفايند في كل البريست، واخد بالك؟ اه نقول ده فده فايند راوند. راوند دي نيورو فايبروماتوز. احنا النيورو فايبروماتوز رير يجي في البريست، بس ممكن يجي. ماشي، فده بقى اكستنسيف نيورو فايبروماتوز في البريست، في السكين بتاع البريست. ماشي، اعمل الحاله دي. بص، ده سي تي اتعمل من كذا شهر، الثلاثه اللي فوق، وبعدها بفتره اتعمل سي تي تاني. يعني ده سي تي في تايم وده في تايم. ماشي، ايه الفايندنج الموجودة في الثلاثة اللي فوق؟ وبعد كده ننزل على الثلاثة اللي تحت. دي بنكرياتيتس. البنكرياس. بص، لو بصينا البنكرياس في بيري بنكرياتيك ستراندنج جامدة جدا. ماشي، والبنكرياس مالدلي سوولن. ماشي، فدي اكيوت بنكرياتيتس. تمام، بعد فترة جاله أكيوت بنكرياتيتس تاني، وإن سنه صغير ما عندوش ستون ولا جولستون ولا أي حاجة، جاله بنكرياتيتس تاني. فعملوا له الفحص بس بدقة في أدق. هنا في الانومالي بتاعت ال في الانومالي بتاعت ال بتاعت البنكرياتيك دكتور. بنكرياتيك داكت اسمها ايه؟ لما يجي العيان كذا بنكرياتيتس ما عندوش جولستون، لازم تشك في الانومالي، اسمها بنكرياتيك دايفيز. بنكرياتيك دايفيزم. دايفيز دايفيزم. بص، بيبقى البنكرياس اتنين بنكرياس واتنين داكت، واحدة كده واحدة كده. واحدة فتحة في الكومن بيلز دكتور وواحدة ايوه فتحة في الانتر. ايوه مظبوط. فدي كومن، لو اي عيان بالذات لو انج اي جي له ريكالت بنكرياتيس، لازم تشك في الانومالي دي، لانه عنده بنكرياتيك ايه، داي داي دايفيزم ولا دايفيزم. ماشي، فدي كان بنكرياتيتس، وعمل من فترة، وبعد كده رجع له تاني جاله بنكرياتيتس تاني، فلقوا في تو اندبندنت درينج فور بوث بنكرياس، يعني بنكرياس في اتنين بنكرياس كل واحدة بتفتح في حتة. ماشي، لو اي عين جاله ريكارد بنكرياتيتس مفيش جول ستون ولا حاجة، لازم تشك في ايه، في الانومالي بتاعت البنكرياتيك دايفيز. مش حاجة؟ دكتور هو كان يعني في المين بنكرياتيك داكت كانت بتفتح في الماينور بابيلي تقريبا، والكومبال داكت بتفتح في يعني انا بس كنت بسأل على يعني البنكرياتيك داكت كانت انا مش بتفتح فاكر. في المينور تقريبا، والكومبال داكت بتفتح في الماينور. انا مش يعني مش فاكرها قوي، عشان بس عشان قلتها لك، بس هي فعلا كل ضغط تفتح في حته. بالك؟ ايوه هي كده المين في الماينور يعني بتعكس. مظبوط، تمام. ده اكس راي سباين، ده تشيست، وده سي تي. ايه اللي موجود في هو لو السباين؟ طفل صغير عنده يوشن سنة شوية. كده في انكلوز كده في في سي 2 3 و 3 4 يعني فيرتبرال انومالي كده اللي هو حصل زي بلوك دي فيرتبري او في فيوجن سينستوزس بتوين ادي سي 2 ده سي 3 سي 4 سي 5، في جيتها سينستوزس. ايه تاني؟ والتشيست اكس ري ده تقريبا تكستوكارديا هو ده اوستيوبينيك. طيب ولا بيديكسو ما كايدا مظبوط صح. مش فين علامة اللفت اهي، علامة فين؟ اه دكستور ايه ده كمان تاني؟ الاستومك رايت كمان يعني ده شكله سايتس. مظبوط، مكايت مظبوط. وفي الاورتيك، في انومالي في الاورتي، هتلاقي الارش في اورتا البرانشات طالعة عنها الشمال. هو ده في الاكس راي، انت لو شفت تقول عليه كليبل فيل سندروم. ليبل فيل بيحصل كونجينيتال سينستوزس بتوين الفرتبرا. ماشي، معاها اسوشيشن، هنبقى معاها انومالي في الاورطه، معاها انومالي مش عارف ايه، يعني معاها كذا حاجات انومالي. ماشي، فمعاها هنا ديكستروكارديا والاورتيك ارش برانشز طالعه على الرايت سايد. ماشي، فده كليبل فيل سندروم، جت في الصغيرين لو شفت المنظر ده تقول كليبل فيل سندروم.
دي بتجري بسرعة ليه؟ ده بيري مسؤول ده ريترو ريترو فرنجي. لا لا ادي فنجل ايه؟ في حاجة عاملة اندنتيشن على الاسوفاجس في الدستور الأزبك بتاعه. ايوه في حاجة عاملة ديجا في الاسوفيجاس هنا مش ابال سي 5 6 الان ده يجي لك ديسفيجيا ممكن يكون معاه جرد ما مش عارف ايه مشهورة ممكن في حاجة اسمها كريكو فارنجيس بار او كريكو فارنجيس ماسل بس فيها بيرتروفي بتبقى دايما ابال سي 5 6 كاركترستيك ليها بس فيها بيرتروفي يحصل لها اندنتيشن على على البريم كل بتعمل ديسفيجن اسمها كريكو فارنجيس ماسل سبازم او او كريكو فارنجيس بار ماشي كمان كريكو فارنجيس بار ماسل سبازم كاليزا دي يعني الحاجات ال بريم سمول اسيمبتوماتيك ممكن تعمل ديسفيج ماشي سمول سمول اندنتيشن بيبقى في السوفيجاس ابل سي 5 6 سهلة تيجي سبوت دايجنوز دي ده زي كريدي بريفنج كده؟ اسمها ايه؟ لا اللي هو المنير منير خان سندروم. لا منير خان دي حاجة تانية بيبقى التراكية دايليتس كبيرة لا مش منير خان البرونكيوزيس ايه؟ لا 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 تراكيا برونكس. خد التراكية البرونكس شايف التراكية في برونكس طالعة من التراكية نفسها دايركت قبل ما يحصلها بيفركيشن اي بص شايفها دي اكزيان شايفها اه يا دكتور شفتها. في الكورونا الباينة حلوة دي اسمها تراكية البرونكس ماشي او برونكس سيوس اي حاجة مثلا تراكية البرونكس دي بتبقى عبارة عن كومباتبلز برونكس سيوس اكسسوري برونكس اوريجينيت دايركتلي فروم سوبرا كارينال تراكية قبل ما يحصل ديفيجن للتراكية هتطلع التراكية البرونكس ماشي بص ده الايج بتاعه ده انفنت اي انفنت مرة انا جبت حد دكتوراه كده كان حالة جايبينها السباين كده في مالتيبل ليجن مش عارف ايه فقالوا ايه الدفرنشاتون كذا كذا فانا قلت اخر ديفرنشال قلت له ممكن تبقى متاسس قال ازاي متاسس ده طفل صغير قلت له ايه المشكله ممكن يجي تاسس طفل صغير ايه المشكله ايه فات سنه سنه ونص راح طلع لي اشعه تانية قلت له اه دي كذا ومديه متاسس حتى كان الحاله دي معموله في امريكا مش في مصر يعني كان الراجل من امريكا وجايبها هو ده سوفت تيشو تيومر يا دكتور؟ يعني مثلا ممكن تبقى اه اه في القط في رابدوميسايكوما مثلا، الانفنت لا في ايه ممكن في الانفنت رابدوميسايكوما. اه رابدوميساركوما فعلا قلت له دي رابدوميساركوما طالعه من المصل وهي مدي بتس فوق في السيرفيكال سباين ففعلا اي انفنت الساركوما مشهوره انفانتايل رابدوميساركوما ماشي هي دي كومان مشهوره بس هي خدوا منها بايوبسي بس طلعت فايبروساركوما مش مشكله بس هي رابدوميساركوما الكومان ماشي فساركوما طالعه من المصل لارج ماس وعامله فلتريشن كل الكومبارتمنت بتاع البوستيريور كومبارتمنت بتاع المصل زي الديب كومبارتمنت وفي بون تشينجز في الفيبولا معاها وبتاع فدي مالجنت في الانفانتايل بيبقى غالبا رابدوميساركوما احيانا هي بس طلعت في الويس فايبروساركوما مش مشكله ماشي ده طفل مصلحين له كان عنده سكليوزس وعملوا له كوريكشن في سكليوزس اللي باين فيه وعنده بيكتس يا دكتور، بيكتس يعني مش ظاهر أوي البيكتاس بس هو هو شكل التشيست غريب أوي، مش عارف. اه الشيست فيه في ديفورميتي ماشي يعني الشيست فيه ديفورميتي تمام في ايه تاني ما فيش ماسل في السوركس خالص يعني بس هنا كله ده في سكين ثينينج، وسبكينس فعلا اه في سيننج فين ما فيش ماسلز اصلا خالص في اه التشيست وول. الماسل ما فيش في الشيست وول ما فيش ماسل خالص ماشي وبارا سباينال برضه ما فيش ماسل يعني دي انومالي اسوشيشن مع سكليوز حاجه سباينال
سباينال اطرف، سباينال ماسكولار اطرف، يعني كل المصل حوالين الشيست حوالين السباين فيها ايه اطرفي بيبقى اسوشيشن مع الاسكليوز. ليسل يا دكتور مش كده؟ ايه ليسل ما بيكملوش ال اه لي سلام يا شوش دول صح بيموتوا من الاطرفي دي. هي الحالات دي بتيجي دلوقتي مش بتيجي يا دكتور عبد الله؟ تيجي ايه ماجستير؟ لا لا تيجي دكتوراه. بص ده سي تي ده تشيست كوركتيشن فين الكواركتيشن ده؟ في نارون في الديسندنج اورطة فوق ده كويس وفي انت في سندنج كولاترالز كولاترالز ايوه في كولاترال مالتيبل كولاترال جامده جدا في ال في الهايلم وفي الابر تشيست ابر سوبر ميديا ستاينال. ايه سبب كولاترال؟ ما ليها سبب برضه انت عارف. سوبيرو فينا كيفا في حاجة؟ الاسبرين كان كويس هماني سوا طيب ال هي بس عشان يمكن الستيج بتاع السبعة. بس هو في ثرومبس في في ثرومبوز في البلمونري بالمونري ارتري كرونيك باينة ثرومبس في البلمونري. فانت عارفين بتاع اللنج ليها دبل لاد سلايب برونكال وبلمونري، فما يحصل بالمونري اوبستراكشن ثرومبس بيحصل البرونكل كلهم بيحصل لهم كولاترال يكبروا عشان يغذوا بقيه اللنج. فدي برونكل ارتري كلها حصل فيها زي فاريسز او فيها كولاترال بتاع ماشي نتيجه الكرونيك ثرومبوزس في البالمونري ارتري ماشي بالمونري اسكيميا. فحصل برونكل ارتري دايلاتيشن والدنيا ايه مدينا مالتيبل فاريسز. ما في الحالة دي ده ممكن افكر في دومينيتنج ديزيز يا دكتور. في عندي هايبر انتنس سيجنال كده موجوده عندي في في الكورد التلمس وفي الـ في الانترنت وفي الـ ايوه في البيزل جانجلي وبرده ايوه في موجود عندي في السيرفر الكورنيال بتاعتي البدانكل سيرفر بدانكل وفي والسبينال رايت كورد. فرونتال سباينال كورد. ممكن يكون ايه الديفرنشال بتاعه؟ ممكن افكر في حاجه دومينيتنج مثلا اس برضه ولا ممكن افكر في اس. بس لو طفل صغير نفكر في ايه؟ ترانسفيرس مالايتس لا بس يبقى الترانسفيرس مع حاجة تاني. ممكن يفكر آدم 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 ممكن آدم ممكن ترانسفيرس مع لايتس. لو كبير سنة نفكر في الام اس يعني في اي حاجة من الحاجات. بس هو غالبا ده بوست يا بوست انكفاليتس يا فاكسينيشن آدم بوست فاكسينيشن ماشي. لما يبقى كومبايند كورد مع برين ما تنساش آدم بس بالذات في البوست فاكسينيشن ماشي. فدي في مالتيبل سيجنال وغالبا بوست آدم. بص الحالة دي الدكتور جراح فتحها ركز فيها كويس وبعد ما فتحها بعتها لي. يعني كانت عاملة في مركز وكاتبين له التشخيص وبعد كده بعتها لي بعد ما فتحها. بصيت كويس وفي صور تانية هوريها لك. بصيت على الصور دي كويس تسامحيني بس تمام يا دكتور تمام ده يا بس دكتور هوريكم الصور تمام ايه الصور بتاعها. ده سي 32 تمام وده الاي 32 وده التي تمام 1 ده التي 1 وفي ويل ديفاين فيجن انترا ميدالر اكسترا ديور انترا ديور ما فيش بيضه انترا ديور نرجس توفي ايه. الاجزاء يا دكتور ازاي الكود اكون انا الروت ولا لا؟ بص اهو عايز تشوف الاجزاء. ادي الاجزاء اهو بص ادي الاجزاء ادي الليجن اهو شايفه وادي التي 2 اهو. بص في التي 2 ادي الليجن شايفه تمام فكر في نرجس تيومر وكتبوا له كده في التشخيص. ده اكسترا ديورال طيب ايه اكسترا اسمعني ديورال يا بنت يا جماعة هنا ده انترا دي اكسترا ديورال قصدك ولا انترا ديورال؟ اكسترا ديورال اكسترا ديورال ضغط على ال من ماشي عامل بغض النظر دايلاتيشن انترا ديورال سيكل ساك سيف ماشي مش مشكلة انترا ديورال اكسترا ديورال. بس ايه ممكن يكون ايه هي الديفرنشال بس؟ في انا كان كذا حاجة تالت حلقة. طب قولي ان كذا حاجة
ممكن يكون من انجيوما. بس طبعا بص طب دي هي مش مش محقول. استيوما، وممكن من انجيوما، بص وممكن اكستترودد استنى، ديسك، لا لا مايجريتد لا بص ديسك. دي اسمعي يا دكتورة، بس دي مش محقونة سابغة يا تمام جماعة، من غير سابغة تمام عشان ما تتلخبطوش، من غير سابغة. يعني هي فات دينستي يعني؟ يا مش فاهم. فادري فادري ستيب ايه؟ كان ايوه ريبوما؟ ممكن الليبوما تيجي انترا ديورال اكسترا ديورال كده اه ممكن. يعني، صعبة شوية. ممكن بس ممكن صح. ممكن ايه تاني؟ طيب ممكن شوانوما طيب؟ ممكن ما ديرمويد؟ ديرمويد؟ مات يعني الليبوما زي الدرمويد، لكن طيب بص العيانة دي انا شفت مرة. الحاجة اللي بص هقولك بس اسمعني، كان مرة جراح مخ وعصاب مشهور هو الله يرحمه، فوراني حالة زي كده والله انا برضو اتلخبطت شفتها. لما شفتها قلت له بص، هو شافها يعني، بص عليها كان جاي عاملة مقار بره، فتحها على طول تمام. بعد ما فتحها العين كانت بارابليجيك، اتحركت بعدها بساعة وقامت تمشي وزي الفل تمام. فجي وراني الأشعة بعد العملية، قال لي لك العملية دي الأشعة دي شفتها؟ قلت له والله أنا كنت هتلخبط زي الدكتور الأشعة اللي كاتبها بالظبط. فهو قال لي أنا برضه غلطت، ما خدتش هيستوري من العين كويس، لو كنت خدت هيستوري من العين كويس كنت شخصتها قبل ما افتحها. طب إن طب هو ايه فتح الهيستوري؟ إيه؟ ايه الهيستوري؟ على الهيستوري هقول لك. طب على الهيستوري لما نعرف الحالة دي، بس هقول لك على الهيستوري. ممكن ميتس يعني؟ هي حاجة يعني أول ما دخل الحالة وعمل لها عملية العين قامت اتحركت على طول، معناها حاجة مش هيماتوما؟ هيماتوما؟ أيوه هيماتوما، الله ينور عليك. فدي هيماتوما، العين كانت تاخد ماريفان. فهو بيقول لي أنا برضو غبي ما خدتش هيستوري معين، هو لما اتحان السابقة خدت انهانسمنت في الدول بتاعها، هو ما كتبها انه فيبروما مش عارف شو نوما ديفرنشال دياجنوز، فهو فتحها على طول فلقاها هيماتوما. حتى قال لهم العينة طبعا اتحسنت، انت عارف العينة ما بتتحسن دكتور بيطلب فلوس زي ما هو عايز. ده برضو الجراح كتبها له نفس الكلام، فتحها لقاها برضو ايه، دي حالة تانية لسه قريب معمولة. فقلت له لا دي هيماتوما لانها باينة برايت في التي 1 والتي 2، يا اما ليبوما يا هيماتوما، ما اللي بيبان برايت في الاثنين الليبوما الهيماتوما، بس دي برضو بتاخد نفس القصه، كاردياك بتاخد ماريفان، فدي هيماتوما. هو بس لقى انفكتد هيماتوما في العمليه، قال لي انا لقيتها انفكتد هيماتوما، ماشي هي ما تجيش على حلو، البال بس. حالة حلوة جدا. اه فما تجيش على بالك، بقول لك الراجل العيال عينه كانت جايه والله من اسيوط، طلب اجره ايده بس 100,000 بعد ما اتحركت ومشيت زي الفل وبتاع العينه، وقال لهم ما تعملوش تحليل ولا حاجه، دي حاجه حميده خلاص، ما تقولش لهم هيماتوما طبعا عشان فالقصه برضو نفس الجراح ده فتحها وكاتبينها له كده وبعتها لي، قلت له لا دي يا اما ليبوما يا هيماتوما، فقال فعلا انا لقيتها انفكتد هيماتوما، ثم كاتبينها لي نيورو فيبروما ومش عارف ايه. قلت له لا ما السيجنال قبل الصبغه، السيجنال برايت في الاثنين، ما فيش حاجه برايت في الاثنين غير ايه وزود كونتراست غير الليبوما او تصرف البلط ماشي، فدي انفكتد ايه هيماتوما بروفد في السيرش ماشي. وانا عندي حالات كتيره ببعتها له فيديو وتشخيصاتها صعبه، بس مش عارف انقل لكم الفيديو ازاي على على البتاع ده، لو حد اديهم له يصلحهم لنا ونشوفهم مع بعض. حالات فيري تريكي، هي كلها مبعوثه فيديوهات، بنشوف لما نقعد في المستشفى حد بتاع ادهم له ينزلهم لنا فيديو ازاي ماشي. سيرجري بروف تو بي انفكتد هيماتوما. طيب ده طفل صغير عامل ام ار اي ده أبس. ويزاوت ويز كونتاكت، ده زي أبسس ده ولا ده ليمفوديوم؟ ليه ابسس؟ طيب هو مفيش ستراندنج، بس عشان في بريفر انهانسمنت كده في في الليجن، وجوه زي سيستك تشينجز كده او مش ده سيستك مكان نكروز. السيستيك جلاند؟
طب بص، هو الفيصل في الحالة دي حاجة، الليجن ده طالع منين؟ هو لو عرفت من الليجن طالع البون منين تعرف. ها، غالبا، من ريتو بون. من البون ولا من السوفت تيشو؟ يعني انا شايفه في البون. حد شايف السوفت تيشو ولا كلكم شايفينه في البون؟ هو عامل امبريشن على البون، هو طالع من السوفت تيشو المسلز. حد بيقول طالع من السوفت تيشو، حد بيقول طالع من البون. ماشي، طب بص هنا، بص يا دكتور، ادي السوفت تيشو، تمام، ده السوفت تيشو اللي زيه، ادي البون هنا، هنا مفيش بون، مش شايفين البون؟ لا، هو طالع من البون فعلا. ماشي، طالع من البون. الحاله دي متلخبط. اي طفل صغير، ما تنساش اللانجر هانز هيستوسايتوزس، فدي لانجر هانز لو عنده صبغه ياخد صبغه، لانها ده رياكشن، رياكتيف بون، عمك يتجدد ويحصل له ريزوربشن تاخد بالك. فدي ايه لانجر هانز، كاركترستيك، ايه كاركترستيك السكريبت ما ولا ما قالهاش؟ كاركترستيك بتاع، هي بص في السي تي سهله انك بتشوف حتت في المونس كان مش ريزورب، لكن ام ار اي في طفل صغير يعني لازم تشك فيها، بالذات الدكتوراه يجيبوها ام ار اي عشان يلخبطوك اكتر، زي ما الفايبرس انا بليزي البول ليجن يجيبوها لك كلها ام في ار اي الدكتوره عشان بتاع دكتور الامار، ايه؟ البول ليجن كلها في الحالات اللي بتيجي في الام بي حاجات الام كلها ار اي، ما انا عارف، امراض، حد هلاقي كده ام ار اي عشان يلخبطك، عشان يلخبطك. فهو طفل صغير، يعني طفل صغير سنه سنه ونص سنتين، فده اللي موجود، لازم تنشف اللانجر هانز هيستوسايتوز، فدي فعلا لانجر هانز هيستوسايتوز. ماشي، يا سوفت تيشو ليجن في الانفرام فلترينج سكوين مسوس زيجماتيك وروس تمبرال بون، وفي الانهانسمنت خدت انهانسمنت، لازم اي فيها بريفرال انهانسمنت في زاديش. ماشي، والبيوبسي خدوا منها بس 3 سلانجر هانز هيستوسايتوز. تنساش في اي طفل صغير، شوف الايج بتاعه، لو في اي ليجن كده تنساش اللانجر هانز هيستوسايتوز. ماشي، ده سيستك انفلاميشن. يعني في بص هيما اتروفي في الرايت سيريال هيمسفير، وفي اريا اوف انسفالميشا عامله دايليتيشن للادجيسنت فنتريك. ماشي، ممكن يكون بس اوسكيميك هيماتروفي. معاها ايه تاني؟ معاها بس كذا حاجه، معاها جينيسيس كوربس كالوزا، معاها ايه تاني؟ استنى نشوف الكومنت بتاعها. اتروفي في الرايت سيربال سفيرز، رايت فرونتال انسيفالو ماليشيا، اكس باكي، مش عارف سيجنال في فنتريكل كومبنساتري سيجنال في لاتر سكال فولد، مودر لاجنال في لاتر سفينويد ساينس ماستر ارسال سي تي في شيك كونسيستد ويز ديكي دافيد دافيدوف. ديك ده بدون مثلا دافيدوف سيندروم، ديك دافيدوف ده بيبقى معاه الواد ما بيسمعش ومش عارف ايه، وفيه ليها قصه ديفيد دافيدوف. ماشي، اثنين سيجنال فيجن وهنا في أطفل. هيمي اتروفي بيتروس هو كان جاب كالترا دي دكتور دكتور ساينس، ايه؟ ما جابش الساينس هنا في ال ما جابش الساينس في نفس الصورة. ديفيدوف ده ليه قصة كده بتوع انف اوزن كده بيعلقوا، فلان مقسم لهم الانواع الهيرنج لوس، مش هيبقى يعني في واحد واثنين وثلاثة واربعة، انهي تعمل عملية ما تعملش عملية فيه. ماشي، ما بديت دي حالة حلوة، دي دي محقونة التي 1 سايد لتحت ده ويسكونترس. وايه اللي يعني ايه نوصف ليجي نقول عليه ايه؟ نقول في ايه؟ دكتور في عندي هنا ده سوبر سيلر ليجن. هنقول في لارج سماشي سوبرا سيلر ريجن، باين ايزو انتنس في التي 1 والتي 2. دي لما هامرتومة، حنا سبعة ما خدش سبعة، ما خدتش هامرتومة همرتومة فين؟ في برسينيريا، بس ده مش سيست يعني. مش ممكن تبقى تيومر سنين صح، ممكن تبقى طالعة من الهايبوثالاموس. ما اصل بص الحته دي انت اديك شايف السله، انت مش شايفها كويس، لكن هي الليجن موجوده مكان تيوبر سينيريا، مكان هايبوثالاموس، اي حاجه. لما جينا حنا ممكن تبقى سبعه ما خدش سبعه، لو جريد جلايوم
توما بس مثلا. لو جريت جرب تاخد سبعة، اللي ما ياخدش هي الهامرتوما، ففعلا هي غالبا الهامرتوما طالعة من الهايبوثالاموس. هي بس الكلو بتاعها لو خد سبعة وما خدش سبعة، والعينين بتوع الهامرتوما بتوع ليهم كده حاجة اسمها جيلاستيك سيجر كده معروفة، يجي العيل يسقف يضحك يعيط، فدي هايبوثالاميك جلايوما، ودي من جريفة المطر، ديفرنشيشن في السيتنج، مش عارف بليستر هول سندروم، بس هي هيبو سلام الجليوم. ماشي نرجع لها تاني اهو. يبقى في لارج ليجن موجود بري بونتاين سوبرا سيلر ليجن ذا ايزون تنسليت بري برينكيما، احنا سبعه ما خدش سبعه، فهو عدم اخدان السبعه ده لازم تنساش لها مرطومه. ماشي الحالات دي تشوفها كتير في الكلينيكال براكتس، بس بره اكتر من هنا، اما لو انت شغال بره مصر تشوف حاجه دي كتير قوي، وهما يقعدوا كده من كتر حد مش فاهم يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا، يقول لك دي ديفرنشال. يعني لو احنا بصينا على البلين اكس ري ايه اللي موجود فيه؟ في abnormal gas distribution كده وزي اه البولوب دايليتد، تقريبا مظبوط دايليتد، البولوب دايليتد، في شوية تمام. air flow damage برضو على الـ left side يعني أو اه في right شوية مثلا. اير في الليفل، مظبوط. طيب في السي تي في ايه اللي اضاف في السي تي؟ في برضه ضيقة البولوب، وفي الول بتاعها ثيكنت، يعني شايف الثيكنينج بتاع البولوبس كده، الول بتاعها كله ثيكن ده، شايف الول ثيكنينج الول ثيكنينج الول ثيكنينج الول ثيكنينج. وايه تاني؟ بص الرايت كيدني دي فيها برضه حتة بارتش هايبوبرفيوز في الكونتراست، ماشي هنا الليفت كيدني كويس، لكن الرايت كيدني فيها ايه؟ فيها حتة حاجة كيميك بقى. زي اسكيميا أو مش عارف. هما بره على طول، انا حتى بكتب يعني بكتب تقارير زي ما هما بيقولوا، اي حاجة فيها وول سيكنينج ودايليتد ومش عارف ايه، يقول لك دي انفيشوس فيرسس اسكيميك فيرسس مش عارف ايه كولاي، يعني باول لوب اسكيميا او انفيكشن. مش بس هو وجود الرينال يحفز الانفكشن اكتر، يعني وجود الرينال ريجن ده غالبا دي انفكشن حصل في بيلونفرايتس مع مع الكولايتس. ماشي هو قال لك ديفيوز باولون سيكنينج في السيكام والديسينيوم كولون سيكند اديماتاس ومعاها بيري كوليك فات ستراندنج معاها. المهم ديسكشن ديسكشن جنرالايز ديمتس لارج باول لوب دي تو اي كولاي انفكشوس كولايتس. ماشي وقال لك برضو معاها ايه حته في الكيدني، ومعاها كيبنج مع سمول باول ايليس ناتري هيتروجيوس انهازمنت في الكيدني رايت كيدني بارينكيما انديكيتد اكيوت بايلونفرايتس. ماشي فهي دي انفكشوس كولايتس مع اكيوت بايلونفرايتس. اوكي ده بيجي دايما بيجي ده سبوت دايجنوزس المنظر ده ادي الريس ايه؟ ادي الريس اي انومالي ايه؟ ريدي الري بابور انومالي اسمها ايه ريدي الانون؟ ريدي الري ريدي الري، ايه ريدي الري يعني؟ بص بوس ريديوس اون باوينج ايوه وبلاش ممكن ممكن. طب ممكن تكون ايه تاني في اصل دي كذا ديفرنشال دايجنوس؟ شورت الايدس وفيها باوين اه ممكن تكون ايه، ممكن تكون ميد لانج ديفورميتي، واي نوت، ممكن تكون تيرنر سندروم، ليها كذا ديفرنشال دايجنوس. يعني هي الميد لانج ديفورميتي دي تحير لو جاتك ام ار اي تتلخبطك، لكن هي لو جات لك اكس راي تبقى سهله في الميد لانج ديفورميتي تعالى يا دكتور ماد لانج بيجيب لنا زومنج على الـ على الريدس. هي دي شورت، بس الديسكشن بتاعها ماركت باونج في الراديال شافت اسوشيتد ويز انكريز انترا اوسيوس سبيس اند دورسال اند دورسال ديستال راديو النر جوينت سبلكسيشن. خفيف كده ممكن تبقى بايلاترال في 50 60% اسوشيتد ويز كونجنتال ديفورم زي الترنر سندروم وجونادال ديسجينيزيس كوندروبليزيا اورلير ديزيز او ليري ويل
ديسكوندروستيوزيس ماشي، فهي دي ميد لانج ديفورميتي ماشي، ما تنساش ده ميد لانج ديفورميتي. ده نيورو انتريك سيست ومعاه برضه ادفانس في كوربس كالوزم، ما عنديش كوربس كالوزم، وايه تاني؟ قلت كده وفي اللي هو السيستيك ليجن اللي موجود في الـ في الفنتري الليفت. ايه موجود فين؟ السيستكلي موجود فين؟ هو السيستيك ليجن ده اكسترا فنتريكولار، موجود في الـ في الاكسبتر هورن بتاع الليفت لاترال، بتاع الليفت في الاكسبتر لوب، في الليفت اكسبتر لوب. يعني في ال في ال جوه انترا فنتريكولار، في البلكسس، في الكرويد بلكسس، يعني في سيست جوه جميل. الفنتريكل، كرويد بلكسس سيست ماشي. ومع ده كرويد بلكسس سيست ماشي، في ليجن موجود في الترايجون بتاع الليفت اوكسيبيتال هون، سيستيك ليجن برضه ماشي، لما حنا سابقه ما خدش سابقه، ومع جينيس كوربس كالوزم بوكيفالي والحاجات دي كلها. ده سندروم مشهور اسمه ايه؟ انت النت عندك بايظ خالص، اسمه ايه السندروم ده؟ اسمه ايكارديا، ايكارديا ايا كارديا، ايا اسمه ايا كارديا سندروم تمام. ده بيعبارة عن ايه؟ مالتيبل كونجنتال انومالي مع جنس لسه كوربس مركبش عندي. كالوزم، وايد سبيد لاترال فينتيكل بعيد عن بعض، كاسمها فينتيكل زي الكار ريسنج ساين، وكل بوكيفالي، ومعاه برضو جري ماتر هيتروتوبيا بالترايجونال وانتر هيمسفيريك سيست، كل بلكسس سيست وليفت اوكسيبيتال سيست في الترايجون ماشي. موست كونسيستنت اي كارديا سندروم ماشي. ده طفل صغير برضه مولود بني سويلنج، عملنا له ام ار اي اللي موجود فيه، ايه اللي موجود؟ هو موجود هنا في عندي جاموس سينوفايتس سبرا في سوبرا باتيلا، مش عارف النت عندك ضايع خالص انت. يبقى في سوبرا باتيلا ليجن باين في التي 1 ايزو سيجنال، في التي 2 باين برايت ايه سيجنال، لما جينا حالنا سبغة خد صبغة ماشي. بص خد دايما، خد في التشخيصات دايما على طول، اي طفل قبل سنتين الموست كومن سوفت تيشو سويلينج في كل الاطفال الهيمنجيوم موست كومن ماشي، ودايما تبان في التي 1 ايزو، في التي 2 برايت، وكل ما زودت التي ار كل ما ايه البرايتنس بتاعها زاد، فده ساينوفيال الهيمنجيوما، يعني هي صيف في طفل صغير دي ايه هيمنجيوما طالعه من الساينوفيا ماشي. لما حقنها سبعه خد السبعه، هنا باين ايزو وهنا برايت سيجنال في التي 2، وهنا لما حقنها سبعه بتاخد سبعه لانها في فاسكولار الهيمنجيوما، فده ساينوفيال ايه ساينوفيال الهيمنجيوما. اي طفل يجي لك في سوفت تيشو في رجله، في ماسل، في الارم، في البتاع، طفل صغير قبل سنتين 90% في حياته، 95% بيشوفها انا بلاقي هيمنجيوما ماشي، فده برضه ساينوفيال ايه الهيمنجيوما ماشي. كل الباقي نورمال طبعا، كل النيو نورمال عشان ده طفل صغير. دي هيماتو هيماتو ده مورفيا هي دي واحدة ست جاب بلفيك سويلينج، وعندها بقى كنت بيترس تقريبا يا دكتور في الصورة الأجزاء اللي فوق دي، ولا ده عادي؟ بس هي شكلها هيماتو السريرية كوربا. لا اللي عندها هي بيكورنيتيوترس، لا عندها بيكورنيتيوترس مظبوط تمام. طب ايه مع البيكورنيت معها ايه؟ ما هيماتو كوربا برضه
معها برضو البتاع ديستند السيرفيكال كانال والفاجينا مع لي مع ليجن سيستيك ليجن غالبا ده في بلاد انتنستي ماشي بين هايبر انتنس. لما عملنا له فات سابريشن ما حصلوش سابريشن ماشي، معناه انه مش فات ماشي. في برضو هيماتو سيستيك سيرفكس. لي اه في سيستيك ليجن برضو تاني برضو معها ايه تاني في كده مش موجود ولا حاجة؟ والله مش غير ما في كدني مش موجودة احتمال لابسين من الكدني، احنا بعيد شوية عن الكدني، هي الليفت كدني مش موجودة غير ما دلوقتي كدني الليفت مش موجودة. بس احنا لو بصينا في انوماليا تاني ولا مفيش حاجة تاني يعني، ممكن تبقى بس هي امبيرفورت، ممكن تبقى امبيرفورت هاي منو ده ديستندد، ممكن ممكن تبقى برضو هيماتوكولبس وفي التيوب بتاع ال هذا سلبك صحيح. هيدو سالبنكس مع ريتينت سكريشن، نشوف طب التشخيص بتاعها. يبقى في دوبليكيشن يوترس سيرفكس وفاجينا، ديستند فلويد فيلد رايت هيمي فاجينا كيبينج ويز هيماتوكولبس كومبريسنج ديسبليسنج الليفت هيمي فاجينا فيها رايت رينال اجينيسيس اللارج رايت اوفري ويز فيو سيست اند هاي سيجنال في 282 ابسيلاتا تيوب سيست اكستراكشر ذا سيم سجست تيوب اوفريان اندوميتريوزس. ماشي قلنا بقى ده السندروم ده اسمه هيرلين ويرنر واندرليش سندروم ماشي. ايه ده؟ عباره عن دوبليكيشن في اليوترس والسيرفكس والفاجينا يونيلاترال هيماتوكولبس او هيماتوميتروكولبس ومعها انومالي في الرينال دايما اليوروجينيتال مع بعض الرينال اجينيس ماشي. ممكن نقول لك 20% في حد ديفلوب اندوميتريوسس بالفي اندوميتريوسس. انا عايز اشوف بص الاذر، بص كده هو بيقول في واحد احنا مش يعني التاني كومبريست، بص كده هو في واحد التاني الفاجينا والبتاع دول كومبريست وايزاليشن ماشي، مش مشكله هي الحاجات دي مش خاصه برضه بوست اوبراتيف اكتر منها، لكن هو في دبل يوترس فعلا وكان احنا مش قادرين نشوف دبل فاجينا، مش دي واحدة ضغط على التانية فمش شايفينها كويس ماشي. لا برضو كورباس كالوزم اجنسز بس في لا مش كل سنة دي دايما، بص كنا زمان واحنا صغيرين يعني استغفر الله العظيم في القرى لما نشوف طفل زي كده نقعد نتريق عليه يعني. اكوندروبليزيا. الفكرة برضو اكوندروبليزيا كان في لا لا مش كده، كان في نوع من البطيخ زمان بيبقى مطول طول كده، عارفه عارف البطيخ اللي بيبقى زي تيوب كده زي السلندر كده عارفه، هو دماغ الطفل بتبقى زي كده، فكان دولفين. الناس يقولوا له يا دراسة عاملة زي البطيخة مش عارف ليه، دي اسمه حاجة اسمها دولكوكيفلي ماشي. ده بيبقى يعني في ستينوزس في سوتشر معينه فالراس تكبر من ورا لقدام واخد بالك؟ في كورونا توتشر يبقى في كورونا الباين بتقفل في سوتشر بتقفل فالبتاع يطول من دمو راسه من يا عم ورا انا لقدام خالفي بس امامي خلفي اس دول كيف الكرين سيروز. في برضه ميد فيش هايبوبليزيا مش عارف صوره نايدو سالمس ده بيبقى نون كرينفيجيس دوس كرين ستينوزس. في برضه ايه السوتشر بتقفل دياجنوز كرينيال فيتشر اسيتوز انومال كاري اوتوزومال دومينانت جينيتيك ديستينج، يعني بيبقى برضه كونجينيت هتلاقي مثلا والده راسه زيه كده، فده يديلكوا كيف لو نتيجة كرين ستينوز. دي حالة حلوة دي ده زنسو كان لمس بيرم فايتس. طب ليه انت شايف الكدني؟ اصل الكدني اه لا كومبريست انا مش مش فاهم. ده ريتروبرتونيال تلاتودرمويد او ريتروبرتونيال يعني في ريتروتونيال ستراكشر في الدنسي في تلاتودرمويد كالسيفيكيشن وزائد الادجيسنت ستراكشر برايتك. زائد الاي بي سي، هي ريتروتونيال تيراتوما مظبوط ماشي، ريتروتونيال تيراتوما فعلا، لكن الكدني لا مش انفولفد، هي مزقوقه لتحت من هنا ماشي، ده ريتروبوتينيال ايه تيراتوما.
دوت. اه في عندي في هنا في لونج ليجن موجود في الرايت فيمر، وعندي في ليجن تاني موجود في الليفت فيمورال الهيد. البوس فيمر؟ لا مش الهيد، البودي كله، الفيمر الشافت كلها بايلاترال. ما في اكسبانسايل ليجن واخد البوس فيمر الشافت ماشي، مع مايل كورتيكال سيكنينج، لكن ما فيش كورتيكال ديستراكشن، ما فيش براسيوس تيشو كومبوننت، ما فيش ممكن افكر بقى في الليجن ده ال فايبرز ديفايند، مش عارف يجيب اوله من اخره. بليزي، فايبرس ديسبليزي، بس فايبرس ممكن ديسبليزي شايل معاها حاجة سيرتين اهو، اسمها الديفو الديفورمتي مش بتاع فيبر اسمه دينيك، فيبر دينيك شيفر. ايوه شيفر دينك، بس ده مش موجود. افكر في بادجت. ممكن باجت. ممكن مش. ممكن يكون ايه تاني، في هو حاجة اولد ايج مشهورة اكتر. بتيجي في لا هو في سن الاربعينات، في حاجة بتيجي مشهورة في الجيويش كده مشهورة. اه بس ده في ايرلي بوش. ماير باك ديفورميتي، مش موجود انا مش شايفها. الايرلي ماير باك ديفورميتي بتاعت ممكن جوتشر جوتشر ديزي، ممكن يكون جوتشر ديزيز برضه باي لاترال، ممكن يكون فيبر ديسبليزيا صح، واي حاجه تقولها. ممكن يبقى بون انفارشن، بس هي صعبه، ما فيش بون وزين بون ماشي، فانت تحط ديفرنشال دايجنوز، بس هو ممكن يكون برضه ايه جوتشر ديزيز. هنشوف كاتب عليه ايه. بايلاتر اليك سكرام لو سيجنال جوشر سيل انفلتريشن جيوغرافيك اريا اب نورمال سيربيجنس مارجن اولدز بون انفارشن ماشي. فهو ده اكيوت بون كرايسيس يعني نتيجه جوشر ديزيز ماشي. مشهور الجوشر ديزيز ده في الجماعه اليهود عشان بيتجوزوا انا ما بعض اعرفوش دكتور فبيوروا من غير صوره المنظر بتاعه، يعني يعني من من غير غير ايرلي المنظر ماير بتاعه. اه ايلين مش ماير. هنجيب. بس هو في الام ار اي مش هتشوف ايلين ماير ده الاكس راي، بس يعني لو قلت فايبر ديزيز ماشي، قلت جوشر ديزيز ماشي، بايلاترالتي ماشي، يمشي الاثنين ماشي. ابدا بس ده سوري رجعنا تاني. ايه اللي موجود في ال في انتر اوكولار ليجن كده دكتور موجود في ال في بايلاترال، بس بايلاترال انتر اوكلر ريجن. ممكن يكون ايه ده، ممكن هو السن هنا ده ده يانج انفنت مش كده يانجا دكتور ولا طفل صغير. دايما الاوربت بحالاتهم كلها بيشخصوها، ما بيبعتوهاش كتير، انت ما بتشوفش كتير حالات هي مش ريتم بلاستوما، يعني مفيش شايف كالسيفيكيشن، ما مش فيهاش بيشوف ريتم بلاستوما. كالسيفيكيشن، بس ممكن برضه تبقى ريتينوبلاستوما. ممكن بس انت برضه مش لازم تبقى فيها 100% كالسيفيكيشن ريتينوبلاستوما، بس ممكن تبقى ريتينوبلاستوما بعدت. ممكن تكون ايه تاني، كنا نفكر في ميلانوما طفل صغير. ميلانوما ماشي. ممكن تاني، ممكن فيتراس هيموريج، اصل هي الاطفال دي كتير الاوريجن بيجي فيهم، ممكن ممكن يبقى فيتراس، كود ديزيز. ممكن كود ديزيز صح، ممكن ماشي. كل الحاجات دي تفكر فيها ماشي، وما نشوف هو كاتب ايه التشخيص عليه. هايبر انتنس سوليد مسلي اوف بوس اي فيترس اكوباينج موستري فيترس انتيريور مارجن اوف ذا ليجن از كلوز كونتاكت مش عارف سير مارجن اوف ذا لينس. هي ريتينوبلاستوما develops in the early childhood most common primary intraocular malignancy. ثلاث ثم ريتم هي بلاستوما. ريتينوبلاستوما، بس هي ما فيهاش كالسيفيكيشن للاسف ماشي، بايلاترال ريتينوبلاستوما بس ما فيهاش كالسيفيكيشن ماشي. هو كاتب اللي فيها بس احنا مش شايفينها، يعني كاتب فيه سكاترد في الصيف ومايكرو كالسيفيكيشن في الرايت اي بس ما مش مش شايفينها في عارف، بس الصور. انا مش شايف، بس هي بقت الريتينوبلاستوم ماشي. ده عامل ام ار فوت، ايه اللي ده انا موجود كنت عايز فيه اشترك في الدولي اسمه ايه نيكروتايزنج فاشايتس. يعني، ايه ايه اللي موجود في انا موجود ماركت عندي سيك سيكي سيكنينج وفولدنج في في السول، الديرمس بتاع السول ماشي. وما ايه تاني
انا شايف البون كويس، انا مش شايف حاجه في البون. المسلز برضو زي ما يكون فيها بس عامله حاجه عامله البون كويس. الشكل ده يفكرك بايه؟ طيب الشكل ده يفكرك بايه؟ يعني انت لما تشوف واحد صاحبك تشوف واحد شبهه في حته في شبهه تقول يا ده انت شبه مش عارف مين، عامله زي البرينج اي راي، ماشي شايفها شايف يا دكتور؟ زي الجاي راي بتاع البرين الصلصاي والجاي راي، ماشي ده ممكن يكون ايه؟ هي حاجة بتيجي في الفوت مشهورة اسمها بروتيا سندروم. هيدوماتوزس. بروتيا سندروم دي عبارة تبقى عبارة عن ايه؟ عن كونكتد تيشو نيفاي موجودة في السول اوف ذا فوت اسمها بروتيوس سندروم او كريبلي فورم نيفاس، يعني نيفاس موجودة في السول اوف ذا فوت. شوف طب بس كاتب عليها ايه. Typical appears cribriform form connective tissue nevus with marked thickening and folding of the dermis of the sole resembling brain gyri. Note several ectatic deep vein in the plantar root. يبقى عبارة عن cribriform connective tissue nevi or simply cryptic different location. لا موجودة في الصول highly suggest Proteus syndrome أو cribriform nevus. ماشي؟ ده في عندي زي حاجة زي هرنيشن كده، أو بص تحس في يعني الرايت فيس الرايت سايد غير الليفت سايد. الليفت سايد تحس فيها ايه؟ انا مش شايف الاوربت، يعني مش شايف الاوربت. انا شايف الاوربت والليفت نيزل بون هنا تلاقيها رودومنتري بالنسبة للرايت، والليفت اوربت فيها انومالي كده. ماشي، في حاجة طالعة في الثري دي هنا بعيدة. بس هي الحاجة دي يعني مش بني يا دكتور، لأن هي مش لا مش بوني، دي سوفت تيشو اللي هي دي. يعني بس النوز هنا موجودة، هنا مش موجود. بس في الثري دي الرايت نوز موجودة، بس في حاجة طالعة هنا. هنا دي حاجة صعبة من الحاجات فيشل انوماني. طب نشوف بس في الديسكشن. Left sided rudimentary nasal structure located off center from midline of the face associated with ipsilateral nasal hypoplasia. Neonate with left sided proboscosis lateralis. مش عارف ايه proboscosis دي. Is a rare facial anomaly which trunk like tubular structure originate most case from medial portion of the orbit. هي الحتة اللي كنا شايفينها دي، مش عارف ايه بروبوسكيزيس دي، انا اول مره اشوفها دي. مش مشكله، انا حاجه انومالي موجوده في الفيس وخلاص. نبدا ايه اللي موجود فيه؟ ده اللي هو بتاع الوايدند اوبر كرام على البوث سايز، وفي هايبر اتنس سيجنال موجود عنده برضه في البوث ايه في زي وايد ما اند كده، بيتكلموا في ايه تاني؟ في ابنورمال سيجنال موجوده فين؟ في الاثنين في البوث بيزال جانجليا، في ال في البيزل جانجل. يا مظبوط، اه مظبوط. ده اللي هو الجلوتريك اسيدوريا تايب 1. ايوه قلت برافو عليك، صح جلوتريك اسيدوريا تايب 1 فعلا صح. فده ما ايش كاركترستيك للجلوتريك اسيدوريا فعلا صح. بيبقى جلوتريك اسيدوريا تايب 1 ده رير ديس اوردر اوتوزومال مش عارف ايه، بيبقى موجود مع ميتابوليك كرايز اكيوت زي انكفالايتس انسفالوبس، وبيبقى ممنوع ابنورمال سيجنال موجوده فين؟ الانتيريو جانجليون اكريشن. ماشي، الحالة دي كل مرة أجيبها في امتحان تكتبها غلط، مش عارف والله إمتى هتتكتب صح، يجي وكل يا دكتور مرة يعني كل دورين يجي حالة زي كده وبرضه تكتبها غلط. ده يجي حد ساركوما في طريق. محدش محدش يعمل يمنى يمنى، ما تقعديش تلخبطني يا يمنى، ما تقعديش تحملي أسهم على البتاع. ايه بتقول ايه يا دكتور؟ ده شيل دكتور في الاسهم زي يوم ايه، تكون موجودة في رايت الياك بون ولا
ايوه في الرايت ايليك بون مشهوره، فلات بون بيطلع منها ماس، والماس دي انفلتراتي فوق قبل انفلتريشن بون مارو وسيجنال تشينجز الاي وينج، حاجات مره فاتت ولا واحد كتبها، كله كتبتها غلط، اللي كتبها مش عارف ايه، واللي كتبها مش عارف مشهوره بقى. الاي وينج معروفه تيجي في فلات بون، بتيجي في اللونج بون في الدايفيز في الاطفال، مشهوره جدا الاي وينج. فده اي وينج ساركوما، اخذ الرايت ايليك بون ماشي، جات مره فاتت ولا واحد كتبها، ايه الصعوبة فيها؟ مش عارف، هي جت ام ار اي بس. طب يعني حتى لو جت ام ار اي في بون مارو انفلتريشن، وفي مصيت الابيلنس، في براوسيس وتشو كومبوننت ومش عارف ايه، وطفل صغير وفلات بون، يعني الايمنج مش محتاج. يعني لو جت لك في التقرير، لو كتبتها غير كده في تقرير برايفت، طبعا دكتور هيجي يتخانق معاك يقول لك دي ايمنج وانت كاتبها لي مش عارف ايه، ما ينفعش تقول دي ميتس دي مش عارف، ده طفل صغير، الايمنج دي مشهورة قوي يعني ماشي. جت المرة اللي فاتت ما حدش كتبها خالص، هواي اي دونت نو ماشي، ذات انا مش عارف مين حط لي العلامات دي، عايز اشيلها بس مش دكتورة يوم ما تشيلها هي اللي حطتها. في بره دكتور هنا في زي بره ريكتال كده سيستيك ليجن وجواه ايوه هو، انا المشكله مش شايف غير البلادر قدامه، فاهم يعني؟ هو بين البلادر وما بين الريكتال، هو مظبوط. هي بص سيستيك كده. مظبوط. بص في كونكشن، بص بين ده وبين بين الريكتم وبين ال الفاجينا دكتور ولا ايه؟ الفاجينا، ده ريكتو فاجينا فيستل، بص في كونكشن بينهم الاثنين، وهنا الفلويد بتاع الريكتم دكتور بيدخل ويدخل في ده كده في سامع ولا دكتور جوه اليوترس ولا؟ ريكتو فاجينا الفيستولا، بص incomplete longitudinal septum dividing الفاجينا into two hemi vagina with grossly dilated vaginal canal keeping with hydro colbus. بص فين الفاجينا؟ هي دي كلها، ده ايه ده؟ هو بيتكلم فين الفاجينا اللي بيتكلم عليها؟ دي الفاجينا مظبوط، هي كولبس، وفي بتاع ده في فيستولا بينهم برضه، في فيستولا بين الريكتم والفاجينا. مالتيبل لارج فاجينال كالكولاي ار سين ان هيدرو كولبس يور بلادر كافيتي از ريجولار كونتور. المهم في الاخر ريكت فاجينال فيستولا ومعاها يوريثرا ستريكشر كونسيكونت فورميشن برايمري فاجينال كالكولاي ديستندد فلويد فيلد فاجينا ماشي. الحاجات الهايبوتنس اللي جوه دي الكالكولاي اللي جوه ال دي كالكولاي هو بقية الفاجين، حاجة غريبة دي. ما اليوترس فين؟ أنا مش شايف اليوترس، بس هي دي الفاجينا فيها كالكولاي جوه الفاجينا، يا بس في فيستولا هنا بتوين من الفاجينا في هيماتوكولبس ماشي، مش مشكلة، حالة صعبة شوية ديت، دي ممكن مالتو يوصفها بس وخلاص. مالتيبل كوندروما ممكن، بس هي مش برضو يعني، بس ممكن تبقى مالتيبل كوندروما ممكن. هي لو بصينا ده طفل صغير في ديفيوز استوبينيا في كل البون بتاعه ماشي، وفي يعني زي سكندر كابيتال برضه برومنت ايه السكندر الكربال بون كابيتال في ساكن ترابيكولي برضو ايه متأثرة، والكربال بون برضو كلها سكيلروزد وكده وفراجمنتد وبتاع، ممكن يكون براون هايبر براون. ممكن يكون براون ممكن ممكن، بس هو طفل صغير قوي لسه يعني لسه ما لحقش يدور براون، شمالتك يعني بس ممكن يكون كذا حاجة، بس مش كاتب. هو ده جنرالايز ابيرز السيبينيا ماركت كورتيكال ثينينج ميتاكاربال بون شورت وبرود، في ماركت ريجولاريتي سكليروس في كاربال بون، وفي انكريز ريجولاريتي وزن الهيد اوف ذا سكند فينجر. هي كاتبه في الاخر سسبكتد ميوكوبوليساكاريدوس ماشي،
بس هو ممكن يكون فعلا حاجات في تحط له كذا ديفينشال دايجنوز ماشي، بس هو كاتبه غالبا ميوكوبوليسكاريدوز، دي حالة حلوة سهلة بس بس تعرف يعني شبه البوتس باف تيومر كده، بوتس باف ايه تيومر، بوتس شبه باف البوتس تيومر باف تيومر عبارة عن ايه؟ بيبقى فيه فرنتال سينوسايتس او انفكشن وبيحصل لها سبريد انتراكرينيال. ايوه مظبوط، سب جاليان عملت ابسس اه، وعملت هنا برضو في البرين الساينس ترومبوزس وغالبا ما بينفخش ماشي، هي فعلا ساينسايتس وسبريد وعامله انفكشن وعامله سب جاليان الابسس باي لاتر ماشي، يبقى ده هيبقى دين سفير لايك مش عارف مثلا اكيوت ساينسايتس واوستيومالايتس سب جاليان الابسس سب ديورال امبايميا بوتس بافي تيومر مظبوط. اوكي ماشي مش مشكلة نوع التيومر ده. طب ديت دي ما بقى في برضه في زي انتر اوكيولار ليجن على لا الليفت سايد، وعامل اكستنشن برضه لل وصل للريتم هي بص اوكيولار الليف اكستنشن. الليف الليفت اي جلوب فيها سمول سايز ماشي، ومعها ايه تاني يعني السايز بتاع الليفت جلوب سمول ان كومباريزون للرايت ماشي، وفي انتر اوكيولار سوفت تيشو ماس موجوده. او في ديفكت موجود وفي الاوربيتال كومبوننت حصل لها هيرنيشن في الاوبتيك نيرف ماشي، او ايه تاني هيرنيشن زين زي ماشي، بس ده بص يا دكتور ده برايت سيجنال في تي 1 وتي 2 ده هيموريج فيتراس هيموريج ماشي بس ماشي، كده معاه دكتور معاها كولوبوما، هي كولوبوما وز فيتراس هيموريج يعني، بس الطفل عنده كولوبوما في الليفت اي ومعاه فيتراس هيموريج، شايف حتى في بلاد فيسس سيربيجينس ابنورمال فاسكولاريتي موجوده في الفيترس ماشي، حصل له فيتراس هيموريج يعني هيموريج باين برايت في التي 1 والتي 2 ماشي، فالليفت جلوب سمول وفي فوكال بستيري ديفكت في الاوبتيك ديسك فورمينج ريترو اوربيتال فلويد سيست فيتراس هيرنيشن وزين اند اسوشيتد وذ فيتراس هيموريدج، ده ممكن يبقى معاه انومالي في البرين معاه اي في مالفورميشن ماشي، احيانا ده كولوبوما وذ فيتراس هيموريدج ماشي، وده بيقول لك absence of intracranial vascular malformation as well as skull base midline anomaly may exclude the possibility of morning glory syndrome، لو معاه الحاجات التانية يبقى morning glory، لكن ما معهوش هيبقى كولوبوم وز فيتراس هيموريدج، لو معاه يعني اي في ام او معاه حاجة يبقى ده حاجة اسمها morning glory syndrome. ده باريوم باريوم مي باريوم فول ثرو، بص البلين اكس راي باين فيه ايه؟ في ماركت دايليتد ستومك، ستومك دايليتد خالص في الاكس راي، لما لما شربوا سوا ستومك برضه دايليتد، هنا في حاجة في الديودينم مش في قصدي في الديودينم سيربلاس ديودينم نرويد، بص ماشية السبعة ماشية 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 هنا ستيودرم، بس هنا في حاجة في حاجة عاملة كومبريشن ميس اه في ماس ضغط على على الديودرم من بره، بص السبعة ماشية 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 جت هنا فين وقفت في الحتة دي غالبا اكسترنال كومبريشن من الديودينم ماشي، حتى البتاع دي كويلد اللي مركبها الرايل تيوب مركبها دايليتد فيلد ستومك سوجست باي لوريك جاستريك اوتليت اوبستراكشن الابر جي سيريس ونارونج في سيريس بارت اوف زي دي ديوم تو اكسترنال كومبريشن ماشي، نيزو جاستريك تيوب فيلد تو نيجوشيت ديورم اند كويل اون ات سيلف، يعني النيزو جاستريك تيوب لما بتيجي هنا بترجع بص كويل اون ات سيلف مش معديه، في حاجه عامله كومبريشن على الديورم من بره ماشي، ايا كان جيست تيومر اي حاجه، ده طفل كان في هنا صغير سكيلينج في المسلز. ده طفل خلي بالك انا مش بفكر كبير في السن، ايه اللي موجود فيه بس فيه انا بس نوصف نقول ايه يعني في سكيلينج ايوه في في الاوبلا مسلز. ايوه في اللاترال والميديال ريكتاي ماشي، في سيكنينج في المور على الرايت سايد معها مايلد راي اي رايت اي بروبتوزس، ما ايه تاني
البون حواليها كويس، ما فيش الساينس كويسة. الطفل صغير تفكر في ايه في الديفرنشال دياجنوز؟ وعشان طفل بقى ما ينفعش تقول ثايرويد، عشان ده طفل صغير لسه سنة ولا انا فاكر سنتين. في الفومة اوربيتال ممكن سوت تيومر. لنفومة، صح، ايوه مظبوط، اوربت سيدا تيومر او لنفومة. هو كلينيكال، هو لو عينيه محمرة ومش عارف ايه وفيها ريدنس وهوتنس والدكتور شايفه يبقى ده اوربيتال سيدا تيومر، لكن لو مفيش ممكن تفكر في لوفوما او لوكيميا او الحاجات اللي بتعمل فلتريشن المصل. لكن الثايرويد هايبر بارا ثايرويد، في الثايرويد في الاطفال الصغيرين صعب تفكرش في ثايرويد، يعني الثايرويد ده في السن الكبير شويه. ماشي، ففعلا هي اوربيتال سودا تيومر. ماشي، هذا دي حلو، ده السي تي بتاعها وده الام ار اي. ايه اللي موجود في السي تي؟ خلينا نوصف السي تي الاول، سيبك من المرة. هو السي تي في عندي في بايلاترال، ممكن فرانتو برايتال كورتيكال وساب كورتيكال. فرانتال، لا فرانتال برايتال بتمثل جزء، هي بايلاترال فرانتال ليجن مور على الرايت سايد، هيتروجينس وفيه هو بايلاترال فرانتال ليجن ويز هايبر اند هايبو اند هايبر الميبلز اند تنس هاي بلاتينس. ستيم. مظبوط، ريليتد تو هيموراجيك ليجن، يعني هيموراجيك اسكيميك ليجن يعني. ماشي، الام ار اي يمكن وضحه اكتر شويه، في ايديما حواليه وفي ماس افكت وبتاع. طفل صغير ممكن يكون ايه ده؟ لو جالك طفل زي كده تفكر في ايه؟ طبعا انت معكش هيستوري، معاك هيستوري هتشخص على طول، لكن احنا انت بتيجي امتحانات اذا ما فيش هيستوري. ممكن تفكر في ايه؟ في طفل يعني صغير، مثلا اول حاجه تفكر ممكن حصل اسكيميك، يعني اسكيميك انفاركشن وعليه هيموريج، حصل عليه هيموريج. تمام. طب ايه سببه؟ طفل صغير يجيب الهيموراجيك انفاركشن منين؟ اصل لازم تبقى تفكر، طفل صغير ايه سبب الحاجات اللي خليه يجيله؟ ممكن يبقى عنده حاجات كونجينيتال او حاجات كذا كذا، الاربع حاجات اللي بنقول عليهم. ممكن يكون ايه؟ انفكشن انفكشن، صح، زي ايه؟ زي انكيفالايتس. ايه المشكله يعني طفل صغير جاله انكيفالايتس؟ انكيفالايتس تعمل اي حاجه في البريد، تعمل انفاركشن، تعمل هيموريج، تعمل هيموريج انفاركشن، تعمل اي حاجه. ممكن يكون ايه تاني؟ لو الطفل عنده بليدنج تندنسي، عنده هيموفيليا، عنده حاجه، ممكن يجي له المنظر ده. ماشي، لكن هو الطفل فيفر وجاله ابيليبسي وجاله بتاع، فاهله خدوه حرارته عليت وبتاع ودوه كشفوا عليه، فعملوا له ايه؟ عملوا له سي تي، طلع هو بوست منينجيو انكيفالايتس. ماشي، يعني جاله بوست منينجيو انكيفالايتس سخن ومش عارف ايه، كرات الدم عاليه، وعملوا له تابنج في السباينال كورد، كل الحاجات دي فهو بايلاترال تيمبرو برايت منينجيو انكيفالايتس. ماشي، ذهب لينكستري بنكس في وفي الابدومين. زي abnormal كده distribution كده في الابدون، وزي شوية في fluid level كده برضو، وفي حاجة زي ما تكون بص، زقة. في الرايت سايد كده في تيوب لايك ستراكشر دايليتد ومعاه اير فلويد ليفل. ماشي، في الرايت سايد. ماشي، لو بصيت هنا هتلاقي في سوفت تيشو دينس ستراكشر كده تحتها اللي هي دي، في طفل صغير عامله زي خرطوم المايه، شايف خرطوم المايه؟ بتلاقي فيه حاجه سوفت تيشو ستراكشر، يعني زمان كانت طول القدام بيشخصوا الحاله دي. ده انت السسبشن اسمها التارجت كريسنت ساين. ماشي، شايف التارجت كريسنت ساين؟ هتلاقي انت لوب كلف لوب، فجايه هنا عامله ايه؟ مختلفه الديس، عامله زي التارجت ساين. ده انت السسبشن، يعني من الحاجات اللي زمان كان بيشوفوها الجماعة بتوع البلينك 3، كان لسه طلعش سونارو للسي تي والحاجات دي. الحل حلو، هلا حلو، ده جاي في الاستقبال عنده اكيوت هيدك، عملوا له ام ار اي
هو في بون مارو تشينجز لا موجودة في ايوه في مالتيبل بون مارو سيجنال تشينجز موجوده في في تقريبا برايت في عند اللوب وفي الفرانت وبرايت البون. ماشي. ممكن تكون وطبعا مايكروسوفت. ايه، نعم قولي، ممكن تكون من نجوم ان بلوك، بس ده طفل صغير يا دكتور. من جون بلاك طفل ليه ناحية صغير. واحدة، سوري، هما صغير دكتور ليه اكتر ناحيتين. ايه لينفوما. الليمفوما؟ طب الليمفوما جاية فين؟ لو دي الليمفوما طالعة منين؟ اصل دي حاجة في حاجة في البون هو يعني. بون مارو فلتريشن، يعني ممكن تكون جايه عامله بس بون مارو فلتريشن، لسه ما هي دخلتش بون على مارو، بون مارو هي بون مارو سيجنال التريشن. ممكن من جرهانز. ممكن لانجر هانز، بس لانجر هانز ما بتلاقيش بون اصلا، يعني البون بيبقى متاكل. لكن دي فيها بون، فيها بون سيجنال تشينجز. طب بص انا اقول لك الهيستوري، الواد ده عنده سيكل سيل انيميا. سيكل سيل انيميا من طب كام يحصل فترة؟ اوستينوكروزيس، اوستينوكروزيس يحصل ثرومبوزس للكابيلاري او البلاد فيسل المغذيه البون، فيجي له بتاع ده، فيجي له اكيوت هيديك طبعا. ماشي. نتيجه البون انفارشن. ماشي. بس هو البون انفاركشن يا دكتور في السكار بيجي بشكل غير اللونج بونز، يعني ما بيجيش بنفس الشكل اللي هو بونز ان بون والسربيجنس. لا ما هو في الايرلي، في الايرلي ستيج زي اسكيميا للبون. هو قال لك ده اكيوت سوفت هيد سندروم، ده رير كومبليكيشن في سيكل سيل انيميا. بيبقى عباره البيشنت بيجي له دوجري فيفر وهيدك وسكال بين وسويلنج. ماشي. في طبعا سب جاليال كوليكشن اوفر رانج كافيريال بون سيجنال ابنورماليتي. ماشي. فبيحصل ايرلي اوستيونوكروزس في البون، بيحصل ايرلي انفكشن ومعاه سوفت تيشو كاليال كوليكشن. ده مشهور قوي في الاطفال عندهم سيكل سيل انيميا، اسمه اكيوت هيد، اكيوت سوفت تيشو هيد سندروم. ماشي. ما رايه في زي تشيست اند ابر ده فات ابدومين ليفر، ده فات انفلتريشن ذا ليفر. فاتي ليفر؟ فاتي ليفر. طب احنا هنجيبه عشان فاتي ليفر، انا حتى مشاور لك على الليجن. هو مشاور على حاجة بيريكارديال سيجنال فات انتنسيتي. باد انفكشن. ايوه بيريكارديال فات باد انفكشن. بص لما حقن صبغه ما خدش صبغه اهي، لكن ده واخد صبغه، فده فعلا ايبي بيريكارديال فات نيكروز او يعني ده انفكشن. سيكل سيل انيميا برضه يا دكتور؟ بس انا هنشوف، ما اعرفش سيكل سيل ولا ايه، ده واحده هشوف. بص ده this is case report 13 years old presented to the emergency department complaining of sudden onset of left side pleuritic chest pain for one day. He was found to have a mass in the left AP pericardial fat with fat stranding and pleural effusion supporting diagnosis of AP pericardial fat necrosis. Finding is established مش عارف computer ultrasound و final diagnosis confirmed by magnetic resonance imaging. لما حنا سبعة ما خدتش. Subsequently the patient was discharged analgesic reassessment later clinical improvement. Repeat ultrasound demonstrated marked decreased size of units of the mass. This paper we review clinical and radiological manifestation of AP cardial fat necrosis. ماشي. دي حاجة اسمها AP cardial fat necrosis. إن حصل نكروز في الفات اللي موجود في البريكارديا. يبص في كذا ديفكت، يعني في بلد في ديفكت، وفي البون اسكل حصل لها فيوجن مع بعض، وفي الكوكليا برضه هي المفروض لفتين ونص لها فيها برضه مالتيبل كونجنتال انومالي. السندروم ده اسمه ايه؟ اسمه ايمانويل سندروم. مانويل ايمانويل ده فيه كذا حاجه، في مايكروكيفر وجانسيا واكستنيتد ريكانستينوز وكليفت بلت، وفي فيوجن بتوين الاوسيكال بير الاير اوسيكال، اسمه ايمانويل سندروم. هم بتوع انفوز الحاجات دي لسه بتجيلهم، فبيعرفوا اكتر مننا شويه.
برضو ده سندروم هو تاني. نفسه. لا واحد تاني اسمه جولدن هار سندروم، برضو في بيبقى عنده هيمي مايكرو ودنه دي تبقى ما فيهاش اكسترنال ايديتري كانال مش موجودة، وفي الاير بن برضو فيها ديفورمتي، وفي برضو الكوكليا وان هاف موجودة لفة واحدة بس ماشي، والبوني اسكل بتبقى فيوز وبيبقى جاي كونجنتال ديفنس يعني مع الشيست انومالي اسمه ايه جولدن هارت سيندروم ماشي، عبارة عن هيمي فيشال مايكروزوميا اسيدوس كونترالاتر بالمونري ابليزيا، وما اعرف الان بيجي لك بالمونري ابليزيا وكرينيو اوكلو فرتبرال ديسبليزيا هيمي فيشال ماشي اسمها جولدن هارت سيندروم. دي حالة حلو هي طبعا مش هتيجي على بالك بس شوية لأن صعبة شوية يعني، وفي زي سوفت توصفها وخلاص مش مشكلة لأن هي ميد ديفينيشن دياجنوز. في سوفت تيشو ماس طالعة منين؟ طالعة من الاكسترنال اوبليك مصر على الناحية اللفت. ماشي كوتشينجلس واخدة هيتروجينس في انهانسمنت. الابدومين الاول ومعاها اكسترا ماسكولار كومبوننت، ولما حنسبها خدت ايه؟ يعني خدت ماسل تيومر هيتروجينس مثلا انهانسمنت. اه ماسل تيومر ساركوما تطلع منها ماشي، بس هي في البيوبسي طلعت ساينوفيال ساركوما ماشي، هو لكن سينوفل انت هنا ممكن تقولها يكون تيومر. هي حته صعبه في ها؟ نعم لا هي كلمة سينوفل هنا يا دكتور ميس نومر، يعني مالهاش علاقة ميس بالسينوفيا مش نومر. كده؟ اه ما انا عارف مش طالع بعيد عن ساينوفيا، لكن ممكن تبدو ما ساركوما فايبروساركوما اي حاجه طالعه من مصر لايبروساركوما كله يمشي ماشي، بس هي في البتاع طلعت ايه ساينوفيا ساركوما. الدرو مشهورة بيبقى فيه كذا حاجة، حاجة في الهند وحاجة في الفرتبرا وحاجة في البرين. ميكو بيحصل موركو يعني نمشي موركو ماشي، ممكن يكون ايه تاني بس انا موركو مش بيكنو موركو نستوزيس يعني، بس ما يمشي موركوس ماشي، بس في حاجة اسمها فيوكوسيدوزيس. فيوكوسيدوزيس ده جينيتيك ستورج ديزيز بيحصل فيه ديفيشنسي في الالفا 1 فيوكوسيديز، ده بيحصل ايه في ابنورمال سيجنال بتبقى موجودة فين في الجلوبس باليداي ماشي بايلاترال جلوبس باليداي، وبيبقى معاه ايه تاني الفرتبرا برضو فيها زي بيكينج بتاع زي الميوكوبرسيلوز بالظبط. شوف كاتب عليه فيوكوسيديز ريجينيتك لايزوزومال ديفيشنسي مش عارف ايه، عنده ابنورمالتي اكس راي في الام ار اي السباين فيها ايه لامبر كيفوزس وانتيرو بيكنج في اللامبر فيرتيبرا زي الميكروبيرسيكيدوس بس بالظبط ماشي، في انجيوليشن في الاستابيلا الروف، والام ار اي بيبقى فيه لاترا جلوبس باليداي ابنورمال سيجنال ماشي. دي نزل ماشي جلايوم يا دكتور. ايوه نزل الجليوما، هو العين عنده كرين ستينوزس، لو بصيت كده راس العين شاف في ديفورمتي في الهيد بتاعته ماشي، في كرين فيشل ديسبروبورشن كرين ستينوزس، ومعاها في ماس موجوده فين في النيزل بورشن، دايما الاطفال بيبقى مولودين بيدي نيزل جلايوما ماشي. هي كلمه جلايوما كلمه مس نومر، هي مفروض هيتروتوبيا لكن هي سميت في الكتب كده اسمها نيزل جلايوما ماشي، ومعها كرينيو ستينوزس. ماشي ميزة جلوما شوزيز ويز كرينيو ستينوز. ديت المالتيبل مايلوما ممكن مالتو مايلو ايه تاني طفل صغير بريزنت ممكن ميك لانجر جرانيلوما هانسل صح ايه تاني
ميتس بعيدة. ميتس بس عشان طفل صغير ممكن لينفوما. يعني. انتم انا صعبة تيجي في البون دي في السوفتيش. في حاجة اسمها إردهايم شيستر ديزيز، سمعت عنه؟ نون لونجر هانسل. ألان لانجر هانسن ده بيبقى، ما بنشوف بس يكتب عليه، ده بيبقى بنت سنها 14 سنة عندها دايابيتس ميليتس ريميشن، مش عارف أكيوت ريميشن ويز بري تي سيل أكيوت ليمفوماتوس لوكيميا سبسيكونت دايجنوزت ويز إردهايم شيستر ديزيز. ده نان لانجر هانسل، نان لانجر هانسل هيستوسايدوزيس فيري رير ان شيلدرن، ومع طبعا كذا حاجة اسوشيتد بين الديفرنشال دايجنوز، ممكن يكون ارزهام وممكن يكون هيستوسايدوزيس او اوستيوليتيك ليجن او توتين تايب جان سيل او انترفيرون مش عارف عارف. ماشي، ده ديفرنشال دايجنوز. دوت ايه مشهور بيجي حوالين الاورطه، تيجي حوالين الاورطه ويجي لك سوفت تيشو، اي فاسكولايتس ليها من اسم ماشي، نوع من الفاسكولاس ليها اسم بس، سندروم تكاس كده مشهور. لا مش تكاس هنا، بيرسي. ده كاس في الديفرنشال، بس هو ده حاجه اسمها روزيري دي فورمان ديزيز، سمعت عنه؟ بس احنا شفناه في حاجات تانية يا دكتور، كان بيجي بحاجات تانية. بيجي بكذا حاجة، مع حاجة في الهارت ومع حاجة روزيري دي فورمان ديزيز، ده ابنور بروفريشن في الهيستوسايد درايفد من لانجر هاندز. ماشي، بيبقى البيشنت هاز نون سيكل سيل مش عارف ايه، sudden change in patient status include development of third degree heart block demanded investigation additional CT revealed mass arising in the cardiac interatrial septum اللي باينه filling defect في الهارت دي، وحاجه encircling the whole thoracic aorta. The imaging feature of Ruzary deformans disease non-specific and complicating diagnosis. Present case discussion extremely uncommon. differential diagnosis and the treatment portion. ماشي، بص بيحصل برضو هيدا في الانتر اتري سيبتم في ليجن، وفي حوالين الاورطه واخد ايه، واخد ليجن مع كونسوليشن في الليفت لور لوب، اسمه روزيرو ايه دي فورمانز ديزيز. طب دوت ده في ده برضه يا دكتور زي انكفالوسيل كده. هي مظبوط. انسفاليس فيل موجود فين؟ حتى يجيب لك صورة الطفل اهي. في ال يعني نازل من الكريبل فورم بيك كده، نازل على ال ايوه ده فرانتال انسفاليس فيل طالع من الكريبل يا فورم دكتور بيك معلش، هي نازل الحالة اللي نازل فاتت طلعت ايه؟ روزيري، روزيري دي فورمانز ديزيز، تمام. فده انكفالوسيل. في البرين تيشو نازل فين؟ في كريبل فورم بليد في الميزان الخاص. ماشي، هو ال 3 دي باين لك فيه ديفكت موجود. ماشي، انسفالو سيل. ماشي، ده انهي نوع منه؟ مع بس مع مايكروجانثيا ومع كليفت بالات، فانت مش عارفين بس ده ايه، انسفالو سيل في الكريبيفورم بالات. تلاتوما برضه تلاتوما فين؟ تلاتوما بس ده فيتاس مش تريتوما، ما هي البون بتاعت الفيتاس اهي، واحدة حامل. ده بص بيبوم. لا بقول ده في فيتاس، ده فيتاس فيتاس بعد ايه ده سوزين فيتوس؟ سيتاس وزين فيتاس، ده حالة رير قوي. فيتاس ان فيتو رير انومالي وهيتش فيرتبريت فيتاس از enclosed within the body of its town diamniotic monochorionic pregnancy. ماشي، ايه انت تحسب بس الديفينشن، اقول لك فيتاس وزين فيتو او تيراتوما او مش عارف ايه، المهم فدي فيتاس وزين فيتو يعني طفلين معمولين في بعض، معمولين في بعض.
ماشي. بس لو قلت دراتوما ماشي ما تمشي، بس هي عشان واحدة ست وحامل فده في تسوس ان فيتو، في البون لونج بون ان في مربون باينة والحاجات دي. ماشي ده فايبرسيس. لا كده اول وايه مره اللي اقول انها موجود؟ سيبك فايبرسيس. من التشخيص، ايه اللي موجود؟ انا موجود عندي يعني في البون، البون البون في ابنورمال، في اكسبانشن وفي ابنورمال دينستي. ماشي دكتور، دي حاجه اللي هي الليزيا اسمها، ممكن تبقى ايه، طفل صغير كنت حضرتك حاجه اسمها فيشل ديسبليزيا، حضرتك كنت فاهم قبل كده كرينيال فيشل ديسبليزيا، تقريبا. ممكن تبقى حاجة من حاجات الديسبليزيا. ماشي بس الطفل ده لو انت عرفت الهيستوري بتاعه ما كنتش فيها خاص. طب انا هقول لك على الهيستوري بتاعه. يبقى احنا في مالتيبل بوني ليجن واخده الفيشيال بون والسكويموس بورشن بتاع تمبر البون، وفيها سكلروتيك وليتيك اريا. ماشي في حاجه تمام. سكلروتيك وفي حاجه ليتيك اريا. لما عملوا له بتاع ده الفحص ده اسمه ايه، جاليوم مش عارف حاجه من الايزوتوب كده، الابتيك فيها متاخد فيها ابتيك. ماشي فده الطفل ده عنده لوكيميا اصلا. ماشي فده لوكيميك انفلتريشن، ماشي اكيوت لوكيميا امايلويد لوكيميا. ماشي فده اكيوت لوكيميك انفلتريشن في البون، ماشي مايلويد ديسبلاستيك سندروم اكيوت مايلويد لوكيميا. لكن لو انت حطيته ديسبليزيا حطيته بتاع ده فايبرس ديسبليزيا ماشي يمشي كل حاجه دي، لكن هو عشان طفل صغير وعنده لوكيميا فده اكيوت مايلويد لوكيميا. بس فاهم يعني قلت يا ايه اللي دكتور، موجود؟ إيه زي عندي فيه زي برضو فيه زي انفلتريشن كده في الـ في الـ في الـ في التيبيا، في ايوه الكورتيكال في انفلتريشن، وفي في كورتيكال بريميت ليجن، هنا، بريميت ليجن كده في موجودة في الـ كورتيكال ديفكت موجود في التيبيا. ماشي مع ايه تاني؟ بس ده التي 1 وده الستير. بص لا في التي 1 البون مارو كويس ما فيش انفلتريشن خالص. اصل اي انفلتريشن تشوف التي 1 اهم حاجه، التي 1 اول ما يتغير الفات ده يبقى في انفلتريشن، لكن هنا الفات كويس ما فيش انفلتريشن. يبقى في فايبروكارتيلاجينس فوكال ديفكت موجود في التيبيا. لمبك في ومعاه ايه تاني؟ كورتيكال ديفكت ولا ومعاه شوية بلانت ديفورم ممكن يكون ايه؟ ممكن ممكن افكر في انفكشن هنا. ممكن انفكشن ماشي ممكن، بس الفات بلين حواليه كويس، يعني انفكشن لازم يعمل ستراندنج في الفات. يعني في حاجه اسمها فوكال فايبر كاتانيوس ديسبليزيا ممكن تيجي في التيبيا او فوكال كورتيكال ديفكت في التيبيا. ماشي نشوف هو كاتب عليها فوكال فايبر كاتانيوس ديسبليزيا في التيبيا رير تيومر بروبابلي كوز باي فيلير اوف ذا ديفرنشيشن بس انسرين اريا. ماشي الشيلدرن بريزنت يونيلاترال تيبيا فارا اند كونسبيكوس ووكينج فيتشر، يعني تلاقي المشي بتاعه مش مظبوط. يعني دي تبقى بناين وبيحصل لها سبونتينيوس ريزوليوشن، بيحصل كيرتاج واستيوتومي بتوع العظم بيعملوا لها. ماشي بس اسمها فوكال فايبرو كارتيلاجينس ديسبليزيا في التيبيا اسمها تيبيا فارا. ماشي مش مشكلة. طب بقى ascending مهمة الكلمة؟ حنين وسبعة ايه هو دي لا يقول لك ممكن أفكر. حتى لما بعد العملية يبقى اخبار العملية ايه فهمته حاجة، فهمته مهمة الكلمة بس برضه يقدر. ما ده ممكن يكون هيماتوكولوما صح زي ما تقول في بلاك المراحل. ماشي هو مش عارف ده ايه حقن صبغه ليه.
هندخله مسابقة في الإكس ممكن يكون راي، في فيستولا كمان معاه ولا ايه؟ ممكن يكون معاه فيستولا. يبقى في هيدرو مترو كولبس، ماشي، في فاجينا الاتريزيا ولا اخو، في فاجينا الاتريزيا هنا مش شايف فاجينا خالص، في هيدرو مترو كولبس. ده سندروم اسمه ايه السندروم ده؟ لسه احفظه. السندروم دي اسم ميك ويكسيك كوفمان سندروم. ده عبارة عن ايه؟ في هيدرو هيماتو كولبس وهيدروميتريا وبوليداكتلي وفاجينا الاتريزيا، ماشي، ده سندروم يا اسمه كده. السندروم دي بتبقى صعبة شوية علينا احنا. ده يبقى راجع نوصفه بقى، هنقول فيه ايه لو جينا نوصفه؟ ده طفل صغير، خلي بالك دايما الاطفال ليهم تشخيص غير الكبار. لما نيجي نوصفه نقول فيه سوفت تيشو ويل ديفايند ليجن موجود في الرايت اسبكت اوف ذا ايه كده ايه كده اوف ذا غرفين بارافارينجال ريجن، بارافارينجال ريجن، ماشي ماشي، وعامل ديسبلمنت للادجيسنت ستراكشر. ولما عملنا له ديفيوجن، في ديفيوجن ريستريكشر ما فيهوش، لا مفهوش. ما فيهوش ديفيوجن ريستريكشر، ماشي، يعني الديفيوجن مش وده في ريستريكشر. زي سولت بيبر كده برضه يا دكتور. ايه في بيبر سولت حتت بنقص، ممكن يكون ايه ده؟ طيب اصل عشان طفل ممكن ايه نحط منجومة؟ ديفيوجن ده ايه؟ ممكن أحط هي منجومة؟ هيمنجيوما، بس هيمنجيوما ما بتطلعش في ال، ممكن سيستيك ليجن اسمه يعني ايه؟ ممكن نحط برينكل شوانوما، كريكس. شوانوما، شوانوما في الأطفال الصغيرين طالعة من السيمبسيتك تشينج، وممكن بليمورفيك أدينوما طالعة من ال، من الإكسترا إكسترا جلاندولر سالفري جلاند، وممكن رابدو جدول مايساركوما نيوروبلاستوما، رابدو مايساركوما نيوروبلاستوما. بس هو لو كبير انا احط بصراحه احط الشوانوما، لكن لو صغير في سن تحط الحاجات دي، ممكن تبقى رابدو مايساركوما او نيوروبلاستوما او بليومورفيك ادينوما، ماشي، عشان طفل بس، ماشي. يبقى لارج ويلد سيركمسكرايب رايت بارافرينجيال ليجن ويز ماس افكت اون ذا اير واي ويتش ابير في هيتروجينوس برايت سيجنال 52 heterogeneous enhancement diffusion signal is heterogeneous but without restriction differential rhabdomyosarcoma neurofibroma polymorphic adenoma schwannoma، ماشي. وحتى رد مصر كمان يا دكتور، يعني ممكن تكون طالعه من المصل، من المصل يعني. ممكن طالع من المصل بره فرنج المصل الطفل، دايما الاطفال لو طفل صغير في السن تحط الرابدوميسركوما مش شغل، دي حاله حلوه دي. بص احنا هنوصفها ونقول ديفرنشال دايجنوس. يبقى ده بص اللي فوق ده تي 2 وده اللي تحت تي 1 ويز كونتراست، يعني السيتال ده زوت وده ويز اللي جنبه، ماشي، يعني وال الكورون الاجزاء اللي فوق الكورونا مش محونين تي 2، واللي تحت بس في واحد بري بوست كونتراست في السيتال، واللي فوق ده كله كورونال تي 2. كنا نفكر في كرينو ايه لما كرينجوما. نيجي نوصفها هنقول ايه؟ هنقول ايه بس؟ نقول الوصف بس، هقول لوبي في عندي في لارج، لارج سايزابل سوفت تيشو لارج لوبيوليتد سوفت تيشو لي تيشو اللي ماس موجودة في ليجن سوبر ستيلا تيشو. موجوده في الاكسبكتد لوكيشن بتاع السوبرا سيلر ريجن، ماشي، وعامله برضو كومبريشن على على الميد برين وعامله والبون، كومبريشن على البرين ستيم والفنتريكل، وعامله دايليتيشن في ومعاه شويه الادجيسنت بسكيت هيدروكيفلس كده على الناحية الرايت. ده و هيدر على الراحه الصعيد، وفي الانهانسمنت خدت مايلد انهانسمنت. طب ايه الديفينيشن دياجنوز بتاعها؟ ممكن افكر في كرينو فارنجوما، ممكن صح، افكر في كرينو فارنجيوما، كولينجيوما، ممكن افكر برضه في هايبو سلامة جليوما، ممكن افكر ايوه في صاحب سلامك لو جريد جليوما، هي ما خدتش انهانسمنت، او ممكن احنا نفكر في هامرتوما، هايبو سلامك هامرتوما او جيرم سيل تيراتوما، ممكن تبقى تيراتوما، جيرمينوما. فده عشان جيرمينوما عشان اطفال صغيرين، ممكن نفكر في كذا حاجه من الحاجات، ماشي، هنشوف بس هو كاتب ايه. لارج سوبراسيلر ماستينج ارايزنج في الهايبوثالاموس نون انهانسنج نو سيلر انفولفمنت، نقول سيركمسكرايبد
ماس افكت في سيرد ايفنت كوبتيك ازمه. الديفرنشال دياجنوز لو جريد جلايوما كلين فرنجيوما هايبوثالامك كامرتوما جيرم سيل كلودينج تيراتوما. ماشي ديت واعمل لك ليها سي تي وام ار اي. لو حد فيكم بيشتغل مع دكاترة سنان ممكن نشوف الحالات دي. هو في حاجة زي برا، يعني زي برا ما زي برا من دي ليفت برا من ديبولر ايليشن، وفيها سكاتر دي كالسيفيكيشن. ايوه برافو. والمانديبولر بون انتكت، اندرلاينج بون انتكت، مفيش حاجة مظبوط كده صح. في الام ار. يعني ميكسد، يعني فيها هاي هايبو انتنس سيجنال، يعني ملي هايبر وفيها هايبو انتنس سيجنال. طب هو الليجيوم ده طالع منين؟ هو مركز لك حتى في الام ار اي لو انت بصيت طالع هو من ال... طالع في طالع من مصر يا دكتور؟ لا طالع من في تيمرو مانديبولار جوينت، طالع من ال من المينيسكس بتاع الجوينت. ممكن يكون ايه ده؟ يعني ممكن افكر هنا مثلا في الكالسيفيكيشن اللي بتبقى في الجوينت. ما هي ال ال في الجوينت، الجوينت عبارة عن ايه؟ يعني ايوه سينوفيال، سينوفيال كوندروماتوزيس، سينوفيال كوندروماتوزيس في ال في المينيسكس بتاعه في ال في الجوينت نفسه. مش ده جوينت، في سينوفيوم زي الالبو زي اي حاجه، بس هو انت عشان ما بتشوفش التي ام جي كتير فما تشوفوش، فده سينوفيال كوندروماتوزيس مشهوره قوي، بتيجي في ال في ال لو بتوع السنان بيشوفوها كتير لو بتشتغل مع بتوع السنان، فده سينوفيال كوندروماتوزيس. ماشي بناين كوندرو ميتابليزيا في السينوفيوم بتؤدي الى فورميشن اوف انتر ارتيكرال لوز بودي وجوينت فيوجن. افكت الدايبر هي اللارج جوينت البتاع، لكن ماي افكت التي ام جي. ماشي اوكي تمام يا دكتور. ده العين عنده كوندكتيف هيرنج ديفينس اوتوس بنجوزم؟ او تو ايه؟ لا هي كروستاتوما يا دكتور عشان خاطر الدراسات دي كلها. الكوليستياتوما عشان فيها ريستريكتد ديفيوجن. ماشي موجوده فين الكوليستياتوما دي؟ ليها اسماء هي مش مهمه. البروسك سبيس اللي هو هي في اسمها البارز فلاسيد بارس اصلا، بارز فلاسيد. ماشي هي دي كوليستياتوما، عشان كده الديفيوجن ريستريكشن مهمه قوي فيها. هو في سوفت تيشو ريجن هم يعني الدرام سبير هنا متاكل. ماشي فدي كوليستيتوم، بس هو الام ار اي وضح لنا الريستريكت فيجن، فدي كوليستيتوم. ماشي برضه في الاسيد اكوايرد كوليستيتوم، اكوايرد يعني نتيجه مش كونجنتال، نتيجه الكرونيك انفكشن حصل ايه الكوليستيتوم. take this vision عنده ديسفونيا. يعني ديسفونيا يعني ايه؟ ديسفونيا عنده مشكلة عنده مشكلة الصوت بتاعه مش واضح، ماشي ما عارفش يتكلم ولا حاجة. يبقى في ليجن موجود في الليفت ترو فوكال كورد مع اسوشيتد كالسيفيكيشن. ماشي طيب الليجن ده طالع من انهي عظمة؟ العظمة دي اسمها ايه؟ اسمها كريكويد بون. ففي كريكويد كالسيفايد ليجن موجود طالع من ليفت كريكويد بون، وفي مالتيبل سبيد اس سبيتد كالسيفيكيشن، فده ممكن يكون ايه؟ كوندروساركوما. اي حاجه فيها كالسيفيكيشن يبقى كوندروساركوما، فده طالع كريكويد كوندروساركوما. لو دينستي سي تي شو سمي كل مش عارف ايه رايز فيكس باند اللارينجيال كارتريج كلاسيفيكيشن از فريكوينت. الايمج كان ديفرنشيت فروم كوندروما، لكن الهيستوباثولوجي طلعها ايه؟ كريكويد كوندرو ساركوما. ده كده دكتور عنده
في اللي هو في اسمه ايه ده، في البني السيربيكل بتاعت الاسميتوريسز على الناحيتين، في هايبر دنس بوني ليجن كده. ممكن افكر في استيوماز مثلا، او الاستيومة فين؟ موجودة فين؟ الاستيوم موجوده في اسمه ايه ده الترز. في الاسمويد، موجودة في الليفت ماكسيلري، هو لفت ماكسيلاري. اه ده سندروم مشهور، ده اسمويد سندروم، سندروم اه في اللي هو مالتيبل استيومس. بيبقى معاهم برضه حاجات في البول. طب ده اللي هو اسم الجاردنر، السندروم ده اسمه جاردنر سندروم. اه جاردنر جاردنر، اه سندروم بيبقى بيبقى فيه مالتيبل استيوما، بول. مالتيبل بارانيزال استيوما، ماشي، اسمه جاردنر سندروم. جاردنر سندروم ده مالتيبل استيوما، واخد بالك؟ ايه الاسوشيشن معاه؟ ممكن تشوف حاجات تانية في الهيد والنك، ديزمويد تيومر، مش عارف سيروت كارسينوم بتاع كله ده، ايه جاردنر سندروم. ده عنده في على الليفت سايد في ممكن افكر في انفيرتد بابلوما، او يعرف يتنفس بمناخيره الشمال، يعني الناحية الشمال بيتنفس من ناحية واحدة من المناخير. وصف لي، أنا عايز وصف يا جماعة، إيه الوصف؟ نصحنا في الوصف عشان ما في عنده ننساش. اه في عندي في سيركمفرنشال ميكوزا سيكننج في الليفت ماكسيلاري ساينس، وعامل اكستنشن أيوه للرايت للليفت نيزل كافيتي، وفي برضو عندي في تيكنينج و وبالكي اللي هو الميدل والانفير تربنت تربلت، مظبوط. على الليفت سايد، وعامل كومبرومايز للليفت استوميتال يونت، اسمت اليونت مقفولة، وفي فاهمك. اكستنشن برضو بص، للبوستيريور كوانا كده على الـ على على الليفت. في بس كلو للليجن ده، في سوفت تيشو ليجن قافل الليفت نيزل كافيتي والماكسيلاري ساينس. بس انت لو بصيت، بص الام ار اي، شايف الدينستي بتاعت دي غير الدينستي بتاعت الانتنستي بتاعت النيزل ليجن، غير الماكسيلاري ساينس، ودي فيها هوا جواها. لكن هو في بس كلو مشهور قوي، بص وحتى جايب لك الصوره قبلها بالظبط. شايف الميديا لون بتاع الماكسيلاري ساينس هنا انتكت، هنا الميديا لون متكسر، فدي كاركترستيك لمين؟ سايلنت ساينس سندروم. لا، اسمها انفيرتد بابلوما. انفيرتد اه بابلوما ده تمام. لوكال مالينجنت تيومر، بيجي في النيزل اوكي. كافيتي ويكسر الميديا لون بتاع الساينس وبيقفل السكريشن، ما فيش سكريشن نازله، فده الانفيرتد بابلوما مشهوره. الانتركوانال بلو بتوسع ايوه الاوستيوميتال طيب كومبلكس، لكن تمام. دي تكسر الميديا لون بتاع الايه؟ بتاع الساينس. كل ما تتشال بترجع تاني انفيرتد بابلوما، هي مش ما تديش متاس، بس هي لوكالي مالينجنت تيومر وريكارنت بعد ايه؟ بعد ما بنشيلها، ماشي. انفيرتد بابلوما، ماشي، بيقول لك ليفت ماكسيلاري اكستندنج نزل كافيتي وستريك هايبر ستوز ريزلتنت، ماشي. ده عند ديسفيج، اه تمام. انتوا عارفين. انا اكتب لك الهيستوري على الحالات دي، ده اكس ري في لاترال افتر فيو ابارتي، دي اسمها ايه؟ كاتب بين افتر ابارتي اللي هو البرهيف انا عارف، سوسو. عارف ايه بين افتر ابارتي ولا مش عارف؟ ترجمة ايه يعني؟ يعني تقريبا شرب كتير و لا بعد بارتي يعني الحرب. ديش بارتي، عارف الديش بارتي يعني بعد ما اكلوا اكله حلوه، يعني اكله اه عزومه، يعني كل واحد جايب، مش لوكال، ده عندك الولاد لوكال يقول لك في ايه؟ دي شوكة دي ولا ايه؟ اه فعلا صح، في شوكه، ما في هما لما بلع في حاجه دخلت جوه في، شايفها شوكه موجوده هنا. يقول لك الديش بارتي، العيال يقول لك عندنا ديش بارتي النهارده، كل واحد جايب اكل من نوع، فهو اكل انه كتير شماك، يبلع من هنا يبلع من هنا. ففي شوكة سمك بلح، فازاي الشوكة دخلت تحت الميكوزا وايه
وقعدت فيه، فجاله ديسفيجيا كل شكل مبلع يجيله ألم لانه عامله انفلاميشن حواليها، عشان في البايرفورم فصه هنا موجوده، هنا مقفوله هنا مقفولة. كريز انفكشن. فده سؤال له جريلد براش بريستل، ماشي هو اللحمة فيها اكيد. ما اعرفش بقى عندهم حاجه، بس عندهم اللحمه غير عندنا خالص. موجوده في الهايبوفالينيا هايبر دينستي، موجوده في الهايبوفيريفورم ساينس، و دي ريل بروبلم طبعا، لازم يدخل يجرح يشيلها. ماشي ديت عايزين بس الديسكريبشن. ممكن حد يوصف لنا ويقول لنا ده فيشا دياجنوس؟ ما يستعجلش عشان الحاجات دي بتغلط والله. انا دي ممكن اجيبها سبوت دياجنوس في امتحان، واللي ما يحلهاش ما ينجحش طبعا. سبوت والله، يعني ديفرنشال دياجنوس واحد بس. دي حاجة في البنك يا دكتور؟ جرانيولا؟ جرانيولا؟ يعني رانا هنجيبها حاجة في السبوت يا جماعة. دي حاجة طالعة من التانك يا دكتور ولا؟ ايوه حاجه طالعه من الطنج. ايه اللي طالع ده من الطنج كانسر يا جماعه؟ توم؟ الحاجات السهله دي بتسقط، والواحد يسقط وهو مستريح. بص، في لارج ليجن موجود واخد الطنج كله، ان في تي 1 السيجنال بتاعته ماينا اف تي 1 هايبر برايت سيجنال او هايبر سيجنال في تي 1. لما جينا عملنا له فات سات ستير حصل لها ايه؟ سبريشن دروب. دي يبقى لارج ده هيبوم. لايبوما، لارج لايبوماتوزيس في الطنج، لارج لايبوماتوزيس في الطنج او لارج لايبوما في الطنج. دي مش عايزه يعني، مش عايزه، بس انت عشان دايما بيروح الحاجات دي لايبوماتوزيس في الطنج، لان ما عملت لها ستير ووفات سبريشن حصل لها دروب في سيجنال. ماشي دي سهله دي. احنا ممكن نحط لكم امتحان بس مش هيوافقوا في الاسم، نحط لكم امتحان بالهيستوري كده، كل عين يبقى نجيبه لك بالهيستوري. vertical development or horizontal development and vertical development. ايه الموجود يعني؟ ما في الحين انا مكتوب يا الهيستوري اهو. ايوه في ديجن موجود في البريميزين كيفاليك سيستير، ماشي، ومعاه له سيجنال انتنسيتي في التي 2، وفي التي 1 فيها برايت سيجنال. ده بيبقى الكافرنوم، ومعاها كافرنس مال فورميشن، معاها هيموريج، معاها حتة هيموريج لما العين جاله فيرتيكال ديبلوبيا نتيجة الديكاسيشن بتاع البرينس تم اتاخد، فجاله فيها هيموريج. فلما جالها فيها هيموريج جاله السيمتومز دي، ماشي، رايت جيز والليفت هيد تيلت، ماشي. فدي كافرنوما، كافرنوبس اسمها فورميشن، في ليفت انفيريور كوريكولاس انفولفينج سوبيريور ميدالا ريفيلم ويز افيسمنت اوف ذا كوادريجيمينال بليت سيستير، ماشي. كافرنوما حصل فيها هيموريج. طب الحالة دي عنده هيدك وليفت فيشيال نامبنس. يلا بالهيستوري عشان انا هقول لهم، بحط لهم حالات بالهيستوري وما بيجاوبوها نص الاسم ونص. الدكتور لا ايه اللي قول لنا ايه الوصف بتاع الحالة دي. في عندي في ليفت اكسترا اكزيال في تيمبرال ويل ديفاين ليجن، في شوينج في زي في ميكس سيجنال انتنستي هايبر اند هايبو انترميديت، وفي تي 1 هو سلايت هايبر انتنس سيجنال، وفي التي 1 بوست كونتراست واخد سلايد وتريجس انهانسمنت. ايوه يبقى في، يبقى لما نيجي نوصف نقول ليجن موجود في الليفت كافيرنس ساينس لارج هيتروجينوس ليجن،
باين في التي 1، في تي 1 ده بري ايوه كونتراست، ده هيتروجينس برايت، وفي تي 2 باين لو سيجنال. ماشي، ما حنا سبق خد مارجنال انهانس. ماشي، ايه الديفرنشال دايجنوست بتاعه؟ ممكن يكون ايه المكان بتاعه ده؟ ما هوش دايما الفاسكولار ليجن يا جماعه ما تشوفش مع اديما ولا ماس افكت خالص، يعني ما فيش حواليه اديما ولا ماس افكت خالص، ده غالبا ده فاسكولار ليجن. ده اكس راي اكزيال لانه سي سي اف سبيس حواليه واسعه، فده الاكسبكتد لوكيشن بتاع مين؟ انت لفت انترنال كاروتيد ارتري. الكافيرنس بورشن بتاع الكنتينر كانت ضعف، فده ممكن يبقى انيوريزم ثرومبوست، لارج انيوريزم ثرومبوست. ماشي، جاينت كافيرنس كاروتيد ارتري انيوريزم. ماشي، ده ماشي، دونت فورجيت اباوت انيوريزم اتيولوجي اوف نيورو فاسكولار كومبريشن كومبلكس سيجنال بوستنج مش عارف ايه، ده حاجات بيدي لك يعني ايه درر تبص عليها. ماشي، لكن هو alternating سيجنال في التي 1 والهايبر انتنس، وفي بريدومينانت نون انهانسنج سيبت ايفيدلي، حته صغيره فوكس في النص موجوده، معناه انه ثرومبوز انيوريزم. ماشي، ناخد الحاله دي ونوقف. تعبته سامع حضرتك يا دكتور، زي ما حضرتك تحب. من الحالة دي ايه؟ عبارة عن ايه؟ ايه هو في كالسيفيك فوكس كده موجودة في ال بص، هنا في كالسيفيك فوكس في موجودة في الانتيريور لونجيتودينال اللي جامد. بس الحتة دي اسمها المصل دي اسمها لونجاس كولاي. ماشي، ده من عين يجيب ديسفيجيا في وسط، هنا البري فيرتبرال سبيس واسعة هنا. ماشي، المفروض دي تبقى من سي 2 لغاية سي 3، من اول تبقى 2 مللي او كم؟ 2 ولا 3؟ فاكر 2 3، وتحت لغايه 5 مللي المفروض نورمال، لانك انت بتشخص حاجات كتير منها، لو في بري فيرتبرال ابسس، في ماس موجوده في البوست كريكويد كارسينوما، ممكن تشخصهم بالاكس راي. ماشي، ففي ده ايه ده اسمها كالسيفيك تندنايس في اللونجاس كولاي، تندنايس بيبقى معاها مع انفلاميشن جنبها، فهو ده اللي موسع لك البري فيرتبرال سبيس. ماشي، فدي كالسيفيك تندنايس في اللونجاس كولاي، كالسيوم هيدروكسي بوزيشن في اللونجس كولاي تندون، ابير امورفس كالسيفيكيشن عند سي 1، بيبقى معاك اللونجس كولاي مايوسايتس، يعني تلاقي الايديمتاس الماسل سوولن وفيها ايه، يعني يبقى جاي لك ببين ومش عارف، تقعد تلف تدوخ عليه، اعمل له الام ار سيرفايكال يطلع نورمال لان هو الدكتور متعود، لكن لو عمل له ما بص رياكتيف ريتروفارنجيال اديما ده نوت كونفيوز ويز ابسس، هو بريف انهانسمنت لو حقن سبعة ما ياخدش سبعة. ماشي، وانا اتريسي ايه وانا اتريسي وانا الاتريزي على الرايت سايد، ما هي تاني ما في انتراكولار ليجن كده، في انتراكولار ليجن على الرايت سايد ايه الانتراكولينار ايه؟ بيقول لك انت عارف ويز هيلد، يعني عارف ايه ويز هيلد؟ نيو بورن هيستوري ويز هيلد، يعني تم حجب الهيستوري عنك، يعني الهيستوري ويز هيلد، يعني الدكتور المعالج اللي جايب الحاله مش راضي يقول الهيستوري، بس هو فعلا في كوانا اتريزيا، وفي الاي دي فيها حاجه، فيها ايه؟ فيها ايه؟ انت اوكريت الدايم نومه اللينس نمر ديسلوكيتد مش عارف ولا، والله انا ما عارف، طب استنى اشوف كاتب ايه فيه. ماشي، اسمه تشارج شيرجي، ايه شيرجي سندروم تشارج ده؟ تشارج او شيرجي اسوشيشن يعني سندروم، انومالي بولوفوما وهارت ديفكت وكوانا الاتريزيا وريتارديشن اوف جروس ديفلوبمنت اند اير ابنورماليتي. هو جايب لك الحروف دي، يعني شارجي يعني كلوبوما ودي هارت ودي كوانا الاتريزيا ودي ريترال ريزرفيشن، ده اختصار للحاجات اللي عنده، كلوبوما كوانا الاتريزيا. ماشي، واللينس ديسبليسمنت الاثنين، يعني في لينس اهو، اللينس دي ديسبليسد مع كلوبوما اللي فيها كلوبوما مع كوانا الاتريزيا. ماشي، ف
فده اختصار لصندوق الحاجات اللي معاك. ماشي. دي سهلة دي. ده لو أبس جينا ولا تيجي برد ولا أبس؟ اسمه ايه الابسس ده؟ ريترو فرنجل أبس. اسمه ريترو فرنجل طعمية ابسس. ولا إيه؟ ولا إيه؟ ماشي. كده ريترو فرنجل ولا رايت برا فرنجل؟ ايه ماشي ماشي. رايت يعني ريترو فرنجل، رايت برا ريترو فرنجل عشان هو نازل لتحت. ماشي. ريترو فرنجل ابسس تمام. في الاطفال كتير قوي ريترو فرنجل ابسس. ماشي. معاه برضه هنا في شوية برضه انفلاميشن هنا دي تو ذا ستيرنوم الصغير كومباريزن تو ذا الصغير. ريتوفرينجيال ابسس ويز جريسل سندروم. ايه جريسل سندروم ده؟ ريتوفرينجيال ريم انهانسنج فلويد كوليكشن ابسس ماشي اسوشيتد اتلانتو اكزيال سبلكسيشن ريليتد تو تورتيكوليس انالموس. في اتلانتو اكزيال، شايف السبيس هنا واسعه هنا ضيقه كورونا ماشي شايفها. في اتلانتو اكزيال مشهوره قوي في الاطفال عندهم تورتيكوليس، يجي لك تورتيكوليس كده ريتوفرينجيال ابسس ماشي. جريسي سيندروم نون تروماتيك سبلكسيشن في اتلانتو اكزيل ريتد تو انفلاميشن في ادجيسنت تيشو زي ريتو فرنجل ابس ساينوسايتس والاوتوماستيودايسيس والريسنت سيلكتوم. كل الحاجات دي تعمل الجريسي سيندروم ده ماشي. 90 في الكيس اندر البروبرتي من اسشوز انفكشن او انفلاميشن تين ايجر يعني ويز فيفر اند سويلينج. عنده فيفر وسويلنج ده انفكشن برضه دكتور، ممكن يكون ال وميلايتس. ايوه ما احنا لسه شايفين حاله زيها من بوت شويه. باك تيومر بوتس برضه باف دكتور. تيومر. بص دكتور، بوتس باف تيومر برضه ساينوسايتس وبيحصل لها اكستنشن للسكالب، بيحصل لها اكستنشن انتركرينيال. اسمه بوتس باف ايه تيومر. ماشي. حد يسأل حاجة في ده؟ لا تمام يا دكتور. كومبليكيشن للساينوسايتس زي ما احنا عارفين بيحصل برضه استيمولايتس معاه سب جاليا سب بريوستيال ابسس ومش عارف ايه سب جاليا مش عارف دوت. بينفونيت ميس عنده بين في النك ماس على الرايت ولا على الليفت؟ بص في الناحيتين هتعرف. على اللفت ولا اللفت بايريفورم ساينس، دي زي حصل فيها ابليتريشن. على اللفت ممكن يكون معوج بس عوجة. بص هنا الكاروتيد ارتري بص هنا كويس الفات بلين حواليه كويس، لكن هنا في حواليه سوفت تشو ليجن اللي هو دي عامله كاروت ليف باينه، سنتر. ها دي اللي هي كاروت باينه دي ولا اسمها ايه؟ كاروتي داينا اللي هو ليها بيبقى اسم فيه كاروتي داينا. كاروتي داينا يعني من الحاجات اللي تعمل كاروتي داينا. تيبيك سندروم ترانسلنت بيري فاسكولار انفلاميشن في الكاروتي. ما هي الكاروتي داينا فورمالي فورم يعني قبل كده كان يسموها ايه كاروتي داينيا ترانسلنت بيري فاسكولار انفلاميشن سندروم بيبقى اكسنتريك سوفت تيشو سيكنينج سراوند ديستال كومان كاروتيد بورلي انهانسد او هايبو كوك في الترا ساوند يوجوالي داز نوت سيجنيفيكانت دي نارو. ما تعملش ناروينج في البتاع. فهي دي الايه، لكن في الكلينيكا تبقى بالباب والبلسطايل وبتاع مش عارف ايه. فدي ايه كاريتوداينا او تيبيك سندرو اسم جديد بتاعها تيبيك سندرو. طفل ميدل ايج وومن ويز بروبتوزس. واحدة ست عندها بروبتوزس. بروبتوزس في الرايت ولا في الليفت؟ لو لفت ها في اللفت في الليفت تمام. ايه سببه طيب؟ انا هنفكر في المسلز، يعني السيكنس بتاع المسل ممكن يكون زايد شويه على الناحيه اللفت بتاع سيجنال الاكسترا كولر مسلز. الاكسترا اوكولار ماسل دي
قصدك المصل دي اعلى من دي اه شويه، اه على شويه. بس ده ما عملش بروكتوزس، لا في حاجه تانية، في حاجه باينه خالص يا جماعه، دي بتيجي والله اظبط برضه الحراري. انا عندي اللي هو السكنود وينج على الليفت سايد ده زي ما يكون في ايوه في، بص البون، ابنورمال بص بون. البون هنا اكسباندد، شايفه كبير جدا هنا، البون هنا كويس، هبص البون هنا كبير ازاي، ايوه البون اهو شايف البون هنا صغير خالص صغير، فدي انترا ديبلويك من جوم ان بلاك، بس هو مش يعني، بص هنا حقنها خدت انهانسد، شايف الديورا، انهانسمنت. الديورا خدت انهانسد، بس دي من جوم ان بلاك، هي الديفرينيا ده ممكن تكون فايبرس ديسبليزيا ماشي، مدحينهم صبغة، اللي فيها انهانسد بيبقى من جوم، لكن ما فيهاش بتبقى ايه، فايبرس ديسبليزيا، فدي من جوما ان بلاك ماشي، لانه فيها بص ديورا التيل انهانسمنت ماشي، انترا اوسيس من جوما، من جوما ان بلاك، هيبرستوزس واكسبانشن، وفيها اكسترا اوسيس اوف تيشو كومبوننت، فيها ساتل ديورال ثيكنينج انهانسمنت في البوست كونتراست، ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعها، فايبر ديسبليزيا يعني سكلروتيك متس رير شويه ماشي، فدي انتر اوسيوس ايه منجيوم، دي سنوكوف اسنوكوف. طفل صغير، جات لكم حالة في امتحان قريبة منها محدش ولا واحد حلها، اه ليه يا دكتور ال لا سكليروما؟ قريبة منها مش بقول اسمها ايه اللي جات في امتحان سكليروما اه سكليروما، راين سكليروما دي زيها، يبقى في اللي موجود في سيكينج في ال في الانفراجلوتيك بورشن بتاع اللارينكس، بص فوكال نوديولار سيكينج موجودة في الانفراجلوتيك بورشن بتاع بتاع اللارينكس والابر تراكية ماشي، الانفراجلوتيك والتراكية ماشي، ممكن يبقى تمام. انفكشن، بس هو ده عشان طفل صغير رينوس كوروما ممكن تعمل كده، جت حالة في الامتحان ما حدش حلها خالص، حدش حلها لكن فعلا. دي اميلدوزس، يعني اميلدوزس عامل نفسه، فده ايه اميلدوزس تركيا، اميلدوزس كان دايما رينوس كوروما في حتة في الجيزة اسمها مش عارف وادي، مشهورين قوي في عندها رينوس كوروما، كان زمان انف اذن واحنا طلبة، كان اي عيان يجي من حتة ابو رواش اسمها، ابو رواش الحته اللي حواليها، كان في دكتور انف واذن يقول لك دي اي حد يجي لك عنده هوسن سوفيس فتره طويله من المنطقه دي لازم تحط راينس كولوما الفيرست دياجنوز، طب هي ده السي تي في سب ميكوزال نوديول موجوده فلتريتنج سب ميكوزال عامله اير ناروينج وكالسيفيكيشن مايل كالسيفيكيشن، هذه تراكيه الاميلودوس ماشي، دي سهلة دي كرين الروسي ما يمون، لا مش ما يعني. بص هنا الكاروتيد الناحية دي دايليتد على الناحية دي تمام، شايف في شوية كانت كافرنس فيستما، في دايليتد فيسل هنا، في سبيرو في سالمك فين دايليتد، فدي كاروتيد كافرنس فيستل ماشي على الرايت سايد، ده فنجل سانيتايز. فانجل سينوسايس، طب ليه قلت فانجل سينوسايس؟ هو ايه ديفيوجن هو ADC ماب، مش اه الفانجل سينوسايتس في السي تي بتبان كاركترستيك دي هايبر دينس في السي تي عشان فيها بروتينيشيوس ماتيريال كتير ماشي، في الامارة بتقولوا
فالام ار تبقى له، ايوه بالذات في الستير تبقى البلومينج مع بلومينج افكت في الجريدينت او في الستير ماشي. لكن هو انت في عندك رايت اسمويدال ليجن لما انا سبق اخد هوموجينوس انهانسمنت الديفيوجن ممكن حصل يكون لها ايه ما حصل لها اي دي سي ماب، هو مش جايب ديفيوجن، هو الاي دي سي ماب فيها يعني غالبا فيها ريستريكت ديفيوجن، ممكن تكون ايه كده، ممكن افكر في حاجة يعني تكون مالجنت. او حاجه مالجنت هي اللي تاخد ايه زي ايه بس يكون بس الكرسوم بس البون فكرتها اقول طفل صغير. طفل صغير ممكن لنفوما او سكواماس سيل كارسينوما. ممكن لمفوما فعلا صح، ممكن لمفوما ده من الاطفال لمفوما دي تحطها، هي فعلا طفل صغير دي لمفوما فعلا، لكن هي تحط كذا حاجه لو انت مش عارف هيستوري مش عارف الايش بتحط برضه كذا حاجه ماشي. هي ساينونيزن لمفوما دي تو هايبو انتنس ريديوس ديفيوزابيليتي ماس ودي تو هاي سيلولاريتي انهانسنج بلاتلس سراوندنج جوزة اقل من الجوزة، لو عملت لها سي تي ممكن تبان هايبر انتنس دي تو هايبر سيلولاريتي. فيها طبعا ديفيجر ريستريكشن، ممكن يعني انفلاماتوري ساينس ديزيز تحطها برضه في الديفرنشال دياجنوس بالذات الحاجات فيها هاي سيلولاريتي ماشي. دي زمان كانوا يجيبوا لنا الحاجة دي في الامتحان طلعوا عين أبونا بيها. ده ابيدرمويد ايه اللي موجود؟ طيب وصل لي ايه اللي موجود؟ في عندي في رايت سيربولومونتاين انجل او بص هنا معاك سي لوبوتوميا تي لازم توصفها، بص دي بيترس ايبكس مش سيربيلو بونتاين، بس ايبكس بص سيربيلو بونتاين هنا، بص انا انا في السي تحته تي اهي اللي هي ده في بيترس ايبكس ليجن اللي هو ده، هو طبعا السي تي انا مش عارف مين عمك يشخبط لنا على يا جماعه بطلوا شخبطه، في بيترس ايبكس ليجن باين هايبر انتنس في تي 1 في تي 2 برضو ممكن يكون ايه ممكن اكسبانسايل بيترس لوسنت ليجن. اللي هي الكوليسترول البيترس ايبكس كوليسترول جرانيوما، هي الكوليسترول ده فات برضو، وانت لو قلت بيدرمويد ماشي مش بس هي مش في السيربيلو بونتاين انجل ليجن، السيربيلو بونتاين هنا لكن هي في البيترس ايبكس ماشي. في بيترس ايبكس ليتيك ليجن باين تي 1 بايت في تي 2 ده البيترس ايبكس كوليسترول جرانيولوما ماشي. ممكن تبقى ايدرمويد صح لو قلت ايدرمويد فعلا لانها في تي 1 برايت في تي 2 ايه برايت ماشي. بس كده نقف هنا، هنقف على على اخر محاضرة اخر سلايد ماشي. هو انتوا بص يا دكتورة اسماء، ايوه يا دكتور يا اسماء تمام يا دكتور خلاص محمد اقفلي التسجيل كده عشان هنتكلم بس على حاجة، شوف موضوع المحاضرات هنعمل فيه ماشي.